الفساد اللي ضرب كل أساسات الدولة وصل لصحتنا وعم بهددنا بالأوبئة وبالأمراض. هيدا التهديد مش مجرد خوف أو كلام، الواقع والعلم عم يعطونا كل يوم براهين جديدة عن المخاطر اللي عايشينها. من التوتر العالي بالمنصورية اللي عم بهدد الناس وصاروا خايفين منه أكثر ما خايفين من الإرهاب، الفضائح اليومية المهددة للبيئة والصحة منا إلا نتيجة طمع وجشع المسؤولين اللي بدهم يمرقوا صفقات بأي ثمن، ولو كان الثمن أغلى شيء للإنسان وهي صحته. معقول مجارير النازحين بتصب بسهل البقاع؟ كيف عم ناكل خضرة السهل وشو عم بصير فينا؟ يمكن هيدي الفضيحة أكبر مثل على الاستهتار، وبتدل أكبر دليل على الاستهتار بصحتنا وبحياتنا. عن جد ما بفكر المسؤولين ولو مرة ما بفكروا أنه صحتهم أيضاً مهددة وعم بيهددوا صحة المواطن من هيدا التلوث. الاستغناء نعم عن عائدات الأملاك البحرية أيضاً هي موضوع حلقة من بحلقتنا الليلة، وأيضاً هناك مواكبة للمستجدات والقضايا ومواضيع جديدة مهمة. خلينا نتوقف سوا مع العناوين. ليلة بعلم خبر، فضيحة صحية خطيرة بسهل البقاع، مجارير مخيمات السوريين عم تسقي خضرتنا، النمر العمومية عم تنمر على القانون، غش وتزوير ومنافسة سورية على التاكسي، الأملاك البحرية وحدة بتمول الرواتب، رخصولا من قيمتها وكل شي غلي، مين بيراقب بصمة الموظفين؟ وهل بكل الإدارات الرسمية في بصمات ودوامات؟ أزمة عدالة، شو صار مع القضاء والمحامين عالدرب ماشيين؟ قبل ما نبلش بحلقتنا خلينا في عنا بس مباشر، خلينا نشوف شو المستجدات يمكن من قصر الحكومة ونرجع لضيوفنا. بأول فقرة من الحلقة يمكن هي فضيحة برسم كل اللي بده يشوفها هلأ من المسؤولين من المعنيين من الأمم المتحدة. خلينا نشوف هيدا التقرير سوا اللي ببين فظاعة أنه المجارير عم بتصب بسهل البقاع. خلينا نشوف التقرير ونرجع منرحب بضيوفنا ومتوسع أكثر بالموضوع. استقبلت زحلة زوار كان من المفروض يكون وجودهم مؤقت، لكن بقاؤهم عم بيشكل ضرر للمياه الجوفية جراء المياه المبتزلة يلي عم بتشق طريقة بالأرض نزولاً وصولاً لمياه الري وتلوثها. هلأ مثل ما شفتي النهر كيفو، يعني إذا بتلاقي نسبة الأوساخ المحطوطة فيها ونسبة المجارير والحمامات اللي عم بتكب النهر كلها، هيدي كلها أمراض نحن بغنى عنا، لأنه عنا صار بالمنطقة هون نسبة الكونسير من أعلى نسبة بلبنان موجودة. يعملونهم حلول يرجعون على بلادهم، لأنه نحن ما فينا بقى نتحمل، ما عم نلحق عليهم، ما حدا عم بيوقف حد البلديات، ما حدا عم بيوقف بيجي، بيجوا بيعطوهم مصاري شخصي لإلهم وبيعطوهم مساعدات شخصي لإلهم بيعطوهم. نحن صارت حياتنا محددة بالخطر، حياته لأنها محددة بالخطر. نحن بدنا إنه نرجع المياه تبعنا الجوفية نظيفة وسليمة. تكلفت الأمم المتحدة سحب المياه المبتزلة من الخزانات وتفريغها ببيروت، لأن محطة التكرير بزحلة ما أبصرت النور. لكن هالخزانات عم بتروح، ما دفع البلدية للتدخل ووضع فاصل من الباطون بيمنع اختلاطها بالمياه الجوفية كحل مؤقت إلى حين توفر الحل النهائي. لوصلنا البيئة وقطعونا نفسنا، إن كان بالشغل إن كان بكل شيء، يعني أنا باختصارها بكلمة إنه يفلوا على بلادهم بيكون أفضل لإلهم ولإلنا. عصبيين مش مثل بعض، بس هن عندهم نسبة وسخ مش طبيعية، تنحل ما في شيء إلا ما له حل. صراحة أنا بدي أطلق صرخة وتكون صرخة مدوية، بدي أقول ارحموا الناس، ارحموا الأطفال، ارحمونا أهل زحلة أهل البقاع، لأنه فعلا نحن بسبب هيدي المخيمات كل شيء عم بيكون ملوث، ما بقى فينا ناكل خضرة، ما بقى فينا يعني مزروعاتنا ملوثة، ما بعرف لوين بدنا نوصل، ما بعرف يعني المفروض يلتقى حل وحل سريع، لأنه هيدي عم تطلع بصحتنا وبولادنا، وحتى هن المسؤولين ممكن كمان ياكلوا من خضرة البقاع وما يعرفوا إنه هي خضرة البقاع، معناه كمان هن مهددين بصحتهم. نعرف يا مين.
بهالفقرة بنستقبل ضيوفنا دكتور عيد عزار اخصائي امراض جرثومية. اهلا وسهلا فيك دكتور. ومعنا ايضا رئيس اتحاد البلدية البقاع الوسط محمد احمد البسط. اهلا البسط صلح لي البسط. اهلا وسهلا فيك. والمهندس جورج دمار مهندس زراعي وعضو ببلدية زحلة. اهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش بالمشكلة اللي هي مشكلة طرأت بسبب وجود المخيمات، مخيمات النازحين، بغض النظر عن كل اللي بيعبروا عنه الناس، اللي في يمكن بعض يعني التعبير عن العفو عن الأزمة الموجودة، ولكن اليوم طالما عم نحكي بأنه أمم متحدة عم بتظبط هالمخيمات وعم بترتبهم وعم بتساعد، ليش هيدا الواقع وهيدا الوضع؟ معقول يعني أنه يعني ولا شكل انه فينا نتخيل انه سهل البقاع الغني بالخضار وهالسهل الجميل البديع اللي كل الناس تتغنى فيه انه يصير بهيدا الواقع؟ بداية شكرا على اللقاء، بس بدي ودي رسالة وتحية وشكر لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري اللي عطى أولوية بإنقاذ أهل البقاع اللي هني بجزيرة تورتولا ومع اللواء خير وجابون على لبنان بطيارات. نعم. تكلفت الشيخ سعد بوصول لهيدي الناس اللي هني كانوا بجزر مقطوعة. ونحن هلأ يا ريت كمان بيتكلفوا بخلصونا من هيدا بهالمستنقع اللي عايشين فيه، يعني لأنه في بدها حملة إنقاذ. نحن بالبقاع كمنطقة حدودية مع الجمهورية. نعم. العربية السورية، يعني النزوح السوري جراء الأحداث كان عندنا فائض كبير واستقبلنا أهلنا من سوريا، يعني وما نعمل لهم مخيمات مركزية وأنه تنحط وينوجد لها بنى تحتية. صار استقبال النازحين عشوائي من كل المناطق. استقبلناهم في منه قاعد بالبيوت وفي جزء كبير ما عنده القدرة قاعد بمخيمات. طبعا في أقسمنا كمان. نعم. وأكثر. نعم. نحن منتعطاه معه مباشرة وعلى طول في عنا أزمة بهذا الموضوع. اللي قعدوا بالمخيمات طبعا الأمم المتحدة صرفت المصاري جزئيا على أنه بتعطيه معاش بتعطيه مازوت بتعطيه حرمات، بس ما في أموال أنفقت على أنه أنشاء هالمخيمات. لا ما يعني الموضوع الصرف الصحي وعلى موضوع الرعاية أو البيئة ما نعمل شيء عندنا بالبقاع على خص هذا الموضوع. خليني كمان اتوقف معك استاذ، حضرتك مهندس زراعي ايضا وعضو ببلديه زحله. اليوم هيدا الواقع اللي موجود، شو فينا يعني كيف فينا، هل انتم تواصلتوا مع المسؤولين كرماله؟ هل عم بتحاولوا تخففوا من الاضرار قدر الامكان مثل ما كنا عم نشوف هلا بالتقرير؟ اول شيء مساء الخير، بنتشكرك على الحلقة. مساء النور، أهلا فيك. ومن خلال برنامجك رح نزف بشرة صار لأهلنا بزحلة أنه ابتداء من 10 تشرين رح يتم العمل بمحطة تكرير مياه الصرف الصحي بقدرة إنتاجية تقريبا 35,000 إنقاذاً للليطاني. هيدي إنقاذاً لأنه للليطاني، لأنه كنا كمان صار في حلقة بهالموضوع. صحيح. بقدرة. نعم. إنتاجية حوالي 35,000 متر مكعب. نعم. نهار بقدرة ري حوالي 5,000 دلم ري من الأشجار المثمرة. بنكون نحن قدرنا هون حلينا مشكلة مياه الصرف الصحي الموجودة عندنا للمنازل. للمنازل والمخيمات. المخيمات الحال مش بإيدنا، نحن ما نقدرين نحله كبلدية. تواصلتوا مع الأمم المتحدة؟ تواصلنا وراجعنا وتابعنا. شو الجواب؟ ما في جواب. ايه رح نحلها بنشوف شو بنعمل. نحن رح يكون لنا اتصال مع ماريا سيدة، السيدة ماريا اللي هي مسؤولة قطاع المياه والصرف الصحي باليونيسف. هن بيقولوا انه عم بيلمون. كيف عم يعني خزانات ليسحبون المجاري، بس هذا شيء مش مزبوط. هاي المجاري كلها موصولة على النهر وانتو صورتوا شفتوا هاي الموضوع، يعني هاي الموضوع كارثي. رح نحكي مع الدكتور تنسأله شو يعني انه تكون الخضرة معرضة لهالتلوث هيدا، شو يعني؟ بونسوار. بونسوار، اهلا فيك. ثاني شغله هو يعني تاريخيا بتت شوية قصة التاريخ لورا كيف نطفة المي. نحن من إنجازات المهمة بالطب أو من أهم إنجازين بالطب آخر 100 سنة هن الطعومة، وثاني شيء فصل المياه الوسخة عن المياه النظيفة.
لأنه كل عمر الماي أحد الأشياء اللي بسهولة فيك تنقل جراثيم فيها لعدد كبير من العالم. يعني الأوبئة أحد تنتشر انتقال الأوبئة هي عبر المياه الملوثة. نعم. لما انفصلت يعني حتى إذا بدك شوية زيادة كانت يشربوا العالم أكثر كحول إنه كانت أنظف من الماء بأوروبا. كان أحد يعني شيء علاجي لإنه إنه الماء بسهولة إذا تلوثت من الخروج البشري. هلا من هونيك وبالرايح بتشرب الماء دغري بتنقل كل الجراثيم اللي بتنتقل بالخروج البشري أو بتنقل من الماء على الخضرة من الخضرة لشخص تاني. فمجموعة الأمراض اللي تنتقل عبر الخروج البشري هيدي زدتيها هلا بشكل اكسبوننشال. يعني كنت انت بفتره من الفترات عم تنقل ضيع لبنان اللي تاريخيا ما كانش فيها مجاري كلها كانت قايمه على الجوره الصحيه. نعم الجوره الصحيه لما يكون في كثير عالم وعدد العالم منه كبير تقدر تستوعب شقفه كبيره بس مع مرور الوقت بطلوا ونقلنا نحن اكيد لانه الاوربانيزيشن تبع لبنان مرقت من فتره الجوره الصحيه للمجاري والضيع. نعم. بالدور كانت عم تمشي وجيتي انت فجاه زدتي عليهم عدد كبير من البشر بدون اي انفراستراكشر. هلا هذه الماء او الخضره لانه الخضره والماء بتعتبرها يعني بتجد على المصدر الاساسي هو الماء الملوثه فيك تعدي كل الامراض اللي بتتنقل وكل اكثريتها بتعطي اسهال يعني كل شيء بكتيريا تيفويد على يمكن المشاهدين. هلا المشاهدين بيلاحظوا انه هيدي الحالات يعني عم تكتر يعني على بازدياد بين الناس. هلا مزبوط يعني. بس بدك تنتبه على شغله مهمه ما فينا نجزم يعني لا هي فيك تعمل دراسات فيك تعمل اشياء هيني حتى المشاهد العادي فيفهم شوي تقريبا شو عم يصير معه. اذا بتشوفي شخص عنده سهال وحراره فيكون تسمم بالاكل فيكون امراض فيروسيه فيكون امراض بكتيريا في امراض متناقله باللي حكيني فيه. نعم. اذا شوي مثلا حسي اكثر شوي تيفويد مش الباراتيفويد تيفويد هاي تتناقل بس من بشري لبشري يعني ما فيها ريزرفوار حيواني. في سالمونيلا والاشياء الباقيه بتنقل مني فتجي من الدجاج فتجي من غير اعضاء من غير كائنات. سو كل شخص بلبنان عمل بحياته هو تيفويد او حدا من عائلته عمل تيفويد على الاكيد اكل او شارب ماي ملوثه وملوثه بخروج بشري. نحن يعني كنا يعني بفتره انه هيدا التيفويد انه هيدا مرض قديم ما بقى يعني هلا لا في كثير عالم الباعز بسالني هلا بنسمعهم من الباعز يمكن كلهم سمع علينا. طب هل هيدا السبب انه نحن كانه عم نرجع بالزمن لورا بطريقه يعني أسوأ حتى مع ازدياد عدد السكان المقيمين النازحين يعني هيدا الاكتظاظ السكني بمنطقه هالقد معرضه للتلوث جراء عدم الاهمال ايه هلا بغض النظر عن كيف صارت بخصوص النزوح السوري بس انت بحيالله وضع بتزيد 50% من العالم فجاه ما بتأمني لهم اللي مؤمن ب 40 50 سنه تاريخ كيف بدك رح ارجع لعندك دكتور تنشوف شو الطريقه اللي ممكن مثلا تعقيم الخضره هل هيدا بيكفي رح ارجع لعندك بعد شوي ولكن استاذ محمد يعني انتم اليوم مثل ما كنت عم بسال هلا استاذ جورج انتم راجعتوا المعنيين يعني ما عندكم اي فكره عن هالمخيمات كيف يعني انه ليه ما بتتواصلوا مع الامم المتحده؟ ليه ما بيكون في حوار دائم لتنسيق يعني هالحياه المعيشيه اللي عايشينها الناس بالمنطقه اللي هي منا بس مساعدات؟ التواصل مع الجمعيات على طول موجود عبر البلديات بس انت العشوائيه وجود المخيمات يعني انت بضيعه في 50 مخيم نعم بضيعه في 80 بهالمنطقه في 20 يعني انت وجود المخيمات النازحين هو عشوائي كليا يعني ما في استراتيجيه لمطرح وجودهم لتعمليلهم شيء برنامج كيف ضد في هذا الموضوع. الموضوع ما بي يعني ما بيزبط الا بانشاء محطات تكرير ويعني كل ضيعة. هل في امكانية انشاء محطات تكرير للمخيمات؟ لا للمخيمات بينعمل بلا هو بينعمل شيء حد المخيم يعني بتسوى الجوار الصحية تصير معالجة هي تصير صالحة المي للري. طيب فكرتوا بهذا الموضوع ولا انتم يمكن نحن كبلديات انه اذا اعتبرناها مؤقتة
ما رح يكون في حلول، ولكن انه بالنهايه هذا الخطر ايه بس ما نحن قبل بينطر. بدنا محطات التكرير اللي هي تعنى بالمنطقه عندنا. يعني في تاخير، في امكانيه لوصل يعني صرف صحي المخيمات مع محطات؟ لا 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 لا، ما في امكانيه. هلا اللي عندنا يعني بزحلي، بس بزحلي هلا بتدور ان شاء الله هلا شهر. ما في امكانيه. لا الامكانيه الوحيده انه تنلم تنلم بخزنات وتنقل لعنا محطه التكرير. هاي الإمكانية الوحيدة. وهذا ممكن حكيته مع الأمم المتحدة فيها حتى نكون عم نحكي عن موضوع ممكن يكون له موضوع الأمم المتحدة. أنا شوي إذا بدك عندي شوية تحفظ على الموضوع. شو هي التحفظ؟ لأنه إحنا برأينا بنحس إنه جميع الأمم المتحدة بهمهم موضوع التوطين أكثر. يعني اليوم مثل كأنه إذا بتجي لهم بيقولوا لك أعطونا بناية لنقعدهم فيها. يعني اذا بيصيرون يشيلون من المخيمات يقعدون عندنا بقلب البيوت ما بيتاخروا. هلا يمكن لانه وضع المخيمات ما رح يزبط بتفاصيله يعني ومعاييره الصحيه والسكنيه. صحيح ما رح يزبط، ما في له حال. بس انتم ما بتعرفوا عن اموال صرفت ل يعني في اموال انفقت على هالمخيمات؟ سالتوا عنها؟ بتسالوا عنها ولا ما فينا نحن نسال عنها؟ مش واجبنا نحن كبلديه نعرف هاي الاموال كيف عم تصرف. الدوله لازم تسال والدوله لازم تتابع. تعرفي بس بدي اضيف لك شغله، انه بمنطقه اللي عندنا بالبحر الاوسط ما لا يقل عن 300 مخيم في عندنا. يعني انت بتعرفي هذا قديش عدد في عندكم نازحين؟ الف الف. نحن اكثر، نحن ضمن الاتحاد دبل عدد سكان المخيمين اللي يعني بالبحر الاوسط. بلديات البحر الاوسط قديش؟ دبل. يعني اذا في عندنا نحن 120 الف نسمه لبناني، في 250 الف نسمه سوري. طب وليه عم تنبسطوا بمحطه التكرير واذا ثلاث ارباع الناس او اكثر؟ لا ما هي بس تنوجد محطه التكرير بيصير اللي بيحكي المهندس انه بتصير يعني تلزم الامم انه تودي الصرف الصحي تبع هيدي المخيمات على محطه التكرير اذا ما كانش اذا جغرافيا او ما بيقدروا يوصلوها عبر القنوات تاعولها. دكتور عزار، يعني تلقائيا الخضره بتتلوث من هالمجارير؟ كيف يعني بتتلوث؟ وهل هذا التلوث ممكن انه نغسل نعقمه ولا كيف؟ هلا مثل ما بدك تلحقي لتحلي المشكل قد او تخففي من اثاره، بدك تبلشي من السورس، من المصدر. مثل ما كانوا عم بيحكوا انه المصدر هو المخيم عم يطلع منه مي مش نظيفه. هلا هون في مبدا يمكن شو بعرف مين عنده سلطه على هذا الموضوع، لانه انت كمان مع الامم المتحده او ما حيلا شيء بيجي. هلا رح عم نحاول اتصال بمسؤوله المسؤوله. يعني هل مثلا هل انت الاجهزه اللي كانت بالدوله اللي كانت وزاره الصحه عندها سلطه تفوت مثلا تفحص الخزان اذا هو قال لك مثلا عم بفضوه ومش عم بفضوه؟ مين فيك تعمل فيهم ضبط يعني؟ ما فيكم، ما عندكم. لازم يكون عندي كرئيسية الدولة، لازم يكون عندي. بس هو البلدية لازم يكون هي تفرض هالسلطة هذه أو ما تترك الشغلة ضايعة. لأنه هون عم نحكي، أنا عم بحكي كطب هون الموضوع. بس بالطب إذا في مطرح بالهشان من بداية المشكلة لنهايته مش محلولة، ما فيك يعني عم تحكي شيء ما بفيد. خاصة انه لنسيطر عليها لهذه المشكلة الوبائية بده يكون عندك سلطة يعني بالتقنية اللي بيرتقوها. اللي هي يا بدك تنقليهم خزانات، يا بدك تعملي لهم محطات تكرير لالون. هاي المي اللي بتطلع من هونيك مش مسموح تطلع مضروبه. هلا اللي عم بيصير انه هاي المي اللي عم تطلع في كمان شح بالمي. سو المزارع لما بده يوصل لمحل، يلا حدا بيشتغل بالبقع بيصير له مي ليسقي فيها شتلاته لانه كميه المي قليله. ما بيسال اذا كانت ملوثه او لا. كمان هلا هون يمكن قريت انا خبر. خلينا نشوف مدام، هلا بنرجع لك لانه معنا على الخط مسؤوله قطاع المياه والصرف الصحي باليونيسف بالبقاع ماريا سيدي. مساء الخير ماريا. مساء الخير مدام غادة، مساء الخير لضيوفك. يمكن اذا كنت عم تتابعينا كنا يعني عم نتحدث عن انه قديش ممكن انه يصير في تعاون لحتى نتدارك هيدي الاخطار اللي شفناها بالصور واللي هي كثير خطيره يعني واللي هي بدها حلول سريعه. انت شو كيف بتقيم الوضع وليش انتم ما عم تقدروا يعني تقدروا توجدوا حلول للصرف الصحي بالمخيمات؟ بالاول بحب بلش بس احكي انه منظمه اليونيسف اللي هي منظمه الامم المتحده للطفوله موجوده بلبنان من عام 1948. احنا موجودين بخدمات اللي هي بتامن خدمات اساسيه للاطفال اللي اكثر حاجه واللي موجودين على الاراضي اللبنانيه بدون ما نفرق بين جنسيه او دين او اللون للطفل. من ناحيه الازمه اللي موجوده هلا والتقرير اللي انعرض،
بس بحب ركز شوي على كيف بينشغل بقطاع المي والصرف الصحي بحالات الإغاثة أو بحالات الإنسانية مثل ما هي هلأ الأزمة السورية، واللي هي عادة حالات أزمات وطوارئ بتكون اللي بيعتمد هون معتمد عالميا. بس أحدد شوي شو هن المعايير المعتمدة، وخاصة بموضوع الصرف الصحي عم نجرب قد ما فينا نحد من التلوث عبر الشركاء التنفيذيين اللي بنفسه برامج المي والصرف الصحي. فنحن نشتغل عبر جمعيات محلية وعالمية متخصصة بهذا القطاع، وبتشتغل مش بس بلبنان، تشتغل بكل الحالات الطوارئ بالعالم. من ضمن هذه المعايير المعتمدة هي أنه بناء مراحيض مؤقتة، لأنه نحن هون بحالة طوارئ، فما عندنا إمكانية أن نحط إمدادات طويلة الأمد. فهذه المراحيض المؤقتة في تحتها مثل خزان تجمع فيه البلاك ووتر أو المياه الصرف الصحي، تنشفت وبيتم التخلص منها بمحطات المعالجة الموجودة بالمنطقة. هلا اليوم كان عم يحكي المهندس روج عن انه محطة الزحلة بدها تبلش تشتغل قريبا، فبحب لهم مبروك بهذا الموضوع كمان. ونحن كلنا يعني بس خلينا نفهم شغلة، انه لهلا ما كانت عم بهالمياه هيدي عم تقدروا انتم تتخلصوا منها، يعني اذا ما كان في محطة وين عم بتروح؟ وعم بتروح للمحطات الموجوده بالبقاع اللي هي عم تشتغل يا ب ما في محطات بالبقاع، ما في محطات في بجبجنين، في بمحطات ثانيه كمان ببقع شمالي بإعاد. بس ما نحن شفنا انه فلتين المي على المزروعات بالتقرير اللي انعرض. التقرير اللي انعرض اكيد انتم ضويتوا على مشكله، بدنا نشوف شو هي وين المنطقه تحديدا ونراجع اكثر مع الشركه التنفيذيه اللي عم بينفذ. هل في تمويل يعني بس نحن انه هل في تمويل من الامم المتحده للانتباه لهالموضوع بشكل كافي؟ في اذا في تمويل أكيد. ليش في هالخلل؟ يعني اليوم لما عندنا تمويل حرام انه يصير عندنا هيدا الخلل. هلا المشكله كثير كبيره، والمشكله هي مش على شخص واحد، يعني هي اليونيسف والشركاء التنفيذيين واكيد البلديات والدوله والوزارات المعنيه كلها بدها تتشارك لحل هيدي المشاكل اللي عم تنتج بطبيعه الحال. في شعور عند الناس، بس استاذه ماريا، في شعور عند الناس انه في اموال ما عم تنصرف بمطرحها، عم تجي من الامم المتحده لتظبيط حياه هالنازحين ومعيشتهم، ولكن بالمقابل عم نشوف البؤس، عم نشوف الحالة المزرية اللي عايشين فيها، عم نشوف البيئة اللي غير نظيفة أو ما فيها أي مقومات النظافة. يعني اليوم في عنا هيدا الواقع، لما عم ننزل بالكاميرا على الأرض عم نشوف هيدا الواقع، ما عم نشوف اهتمام. يعني شو بتعلق على هالموضوع؟ وهيدا شعور موجود عند الجميع وهلأ عبروا عنه. نعم تفضل. في نقطتين هون، نحن عم نحكي عن اعداد كثير كبيره للنازحين السوريين بالمنطقه وبالبقاع، مثل ما الكل بيعرف انه هو في اكبر نسبه من النازحين. هيدا عم نحكي عن اكثر من 120 الف شخص عايش بالمخيمات بالبقاع. هون في عدد كبير، بدك تضلك تراقبي وتشوفي مدى التنفيذ وقد ايه التنفيذ عم بيكون. يعني الامكانيات ما بتكفي، الامكانيات مش قد المتطلبات. النقطة الثانية هي المراقبة، يعني وقت عم ينصرف أموال لهذا الموضوع عم بيكون في أكثر من ليفل من المراقبة والمتابعة لنتأكد إنه الخدمات عم توصل. يعني عندنا بالأول الزيارات اللي بيقوم فيها فريق اليونيسف على الأرض ليتأكد إنه الأموال اللي عم تنعطها عم تنصرف على المشاريع أو المعايير والمؤشرات المحددة. وكمان عم بيكون عندنا نحن اليونيسف متعاقدة مع شركة خاصة بتقوم بالمراقبة ك ثيرد بارتي وبتعمل. بس الهيئة انه بموضوع الصرف الصحي في خلل، يعني في صفر، عم بقول يعني الرئيس هون انه صفر. بتحب توجه له سؤال ست طبعا ما فيش موضوع انه ياخذوا على محطات تكرير مش موجود عندنا بالمنطقه. مش بزحلة. لا حضرته رئيس اتحاد بلديات البقاع الوسط استاذ محمد احمد الوسط اللي عم يحكي. يعني حتى انه عم نحكي ببلديات بقاعيه، رئيس اتحاد عم بيقول انه الخدمات صفر بهيدا الموضوع او الاهتمام اذا جاز التعبير بموضوع الصرف الصحي، عم بيقول انه الاهتمام صفر. يعني بركي نحن اليوم انه خلي هالمراجع المعنيه على مستوى عالي يشوفوا شو على الارض عم بيصير، ونحن رحنا وصورنا.
لا اكيد الشيء اللي سواتيه حناخذه بعين الاعتبار ورح ننزل ندقق ليش هيك وشو صاير ونحكي مع البلديه لنشوف كيف بدنا نقدر نحل الازمه اللي بينت بالصور. انا ما عم بنكر انه اكيد في مشاكل على الارض بس نحن عم نجرب قد ما فينا كل المشاكل الموجوده نعالجها بالطرق اللي بركي بصير في نوع من تواصل مع رئيس البلديه و... اكيد انا بدي اشكرك. تفضل. انا حابه كمان احكي بموضوع انه يونيسف عم بتقدم كمان خدمات من ناحية تأهيل البنى التحتية وعم نشتغل مشاريع خاصة كمان بالصرف الصحي اللي بتخدم المجتمع اللبناني وبتخدم من التلوث، لأنه حسب تقرير الوزارة الطاقة والمياه بالرابور تبعها عن الـ National Water Strategy حاطين أنه في 8% بس من مية الصرف الصحي بلبنان عم تعالج، فنحن كمان بمشاريع وهيدي مشكلتنا. شكرا لك. عم نشتغل مع المجتمع اللبناني والبلديات واكيد بتنعم ان شاء الله او المي على سريع. شكرا لك. شكرا لك استاذه ماريا، يعني مثل ما بيقولوا اسمع تفرح جرب تحزن، فينا نقول هيدا المثل على واقع الحال أبدا. اللي صاير ونحن بنناشد المسؤولين بالامم المتحده انه مفروض انه يتحركوا سريعا. بنحب شو بتحب تضيف؟ ما هي هذه المشكله بتعدي شو نحكى فيهم، اكثر شيء انه المراقبه بس ما انت عم تراقبي حالك، يعني انت كيف تراقبي حالك؟ يعني اذا انت المسؤوله عن اللي طلع ما نضيف ما بدك حدا سلطه رقابيه، مين سلطه رقابيه؟ وزاره الصحه يمين، هي مش مناشدات، شركات يمكن اجنبيه. لك لحكي بكون اجنبيه، ما هذه ارض لك، ما هذه بلدك. بس في مشكله كبيره، يعني بس مشكلتك الاساسيه المشكله انه في حكي، يعني هلا اللي سمعناه على الهواء هو عم يوصل بتقارير انه كانه الدنيا بالف خير. لا مش ما خاص الموضوع، يوصل بده اياه، بس الرقابه الارض ما فيش الرقابه سلطه مين؟ يعني نكون عم بتحكي طب في فيديو حدا مسؤول بالاخر، المناشدات بهيك موضوع ما لهاش معنى. هل الصحه تبع العالم هي سلطه مين؟ سلطة وزارة الصحة، سلطة منشد وزير هادي الصحة كمان يدعو على هيدا الملف. هيدي موضوع، لأنه أنت هلا عم تجي أول شيء تناشدي، ثاني شيء عم تقول كيفك ترقعيها، لأنه أنت من بعد ما كنا عم نحكي إنه صارت المي مجوية. هلا من هونيك وبالرايح كثير صعب تسيطري، يعني أنت إذا غسلتي فيك تستعمل أكيد الغسيل اللي كانت مجوية وإن كانت مش مجوية. التعقيم هون أنا النقطة بدي أقولها، التعقيم كمان مضر. يعني حتى إذا بتشوفي لأنه بالتعقيم عم تقتل البكتيريا اللي هي منيحة لجسمك. سو حتى اذا بتشوفي اكثرية الـ FDA سحبت كل المعقمات مؤخرا، اخذت سحبت الابروفل عنه. وشو الحل؟ لان كان الحل بنرجع لنفس النقطة، انه بدك توصل للمصدر، يعني اذا انت المصدر مش عم بحكي بس مخيمات، ما هي البلد، ما هي المي اللبنانية عم تقولي نصها مجوية. الحل المواطن ما بيقدر يعمله، مفروض انه الدولة تحط بدك تحطي حدا مسؤول عنه هالموضوع، لانه بالنتيجة اذا ما فصلتي المي النظيفة عن المي المجوية. طيب بعد استفهام حول انه شو هي غير العوارض اللي بنشوفها اللي بتكون طارئة واللي بتمرق يمكن مثل العوارض، شو في امراض بتجي نتيجة كل شيء؟ خاصة عم نحكي هون في تلوث شقفتين، في تلوث هلا أكثر شيء لأنه تضوع موضوع اللاجئين، عم تحكي تلوث بالمواد العضوية اللي بيجي أكثريته بكتيريا، يعني تفوق إيده أخواتها. بس ممكن إنه يصير عندنا أمراض يعني صعبة لا أو سرطان، معناها النقطة هون العالم هودي بيعملوا لك أكثر شيء أوبئة وسهال وأخبار من هودي. الشقفة الثانية اللي مسؤولة عن أمراض سرطانية يمكن بنسبة أعلى بكثير هي الملوثات الصناعية. يعني كل شيء كمان كل شيء بدك تفوتي بمواد هذه كيف تبغى يعني موضوع. بكل الاحوال انا بدي اشكركم. شكرا لك دكتور. بتحب تضيفوا شيء؟ طبعا انا بحب اضيف انه الاهم بكل هذا الموضوع لنوصل لحل جذري بموضوع الصرف الصحي هو محطات التكرير. محطات في تاخير بانشائهم، اوكي نحن ما عملنا لهم حدا، بدنا اهتمام اكثر من المسؤولين القيمين. وجود محطات التكرير هي الاهم. انا شكرا لك. كمان بتحب انا بدي بس مر لي سيره صغيره. تفضل. بتمنى ما نعمم الموضوع على انه كل الزراعه اليوم بالبع ملوثه، في كثير في واقع بس كمان في كثير مثل ما هو صحيح. كمان لانه اذا ما حطينا أو يعني ظهرنا الصوره ما بنقدر نحل 100% او نعالج صحيح. المشكله بس انه كمان في كثير مزارعين اليوم عم يشتغلوا صح، ما بده يروح الصالح بظهر العاطل. طبعا شكرا لكم، ويعني ما بعرف خلي الراي العام يحكم بعمل المسؤولين، عمل الدولة، عمل الأمم المتحدة. بعد هيدا الحديث اللي دار يعني خلينا نشوف بركي بصير في تحرك أوسع. شكرا لك دكتور. فاصل إعلان ومنتابع الحلقة.
تنظيم قطاع السير بلبنان لازم يكون من الأولويات. النمر، نمر السيارات، النمر العمومية، النمر العادية، في كتير تزوير بنمر السيارات وهيدا بشكل مخاطر أمنية وبشكل كمان مخاطر بالسير بشكل عام. خلينا نشوف هيدا التقرير ومنستقبل ضيفنا النائب خضر حبيب. من بين 33 ألف نمرة تاكسي 25% منها بيسوقها سائقين سوريين، فيما بترتفع هالنسبة لل 50% بالنسبة للفانات البالغ عددها 4000 فان. أما بالنسبة للشاحنات فحدث ولا حرج. هون بموقف الكولا الشهير تعلو أصوات الغضب والشكوى، ومن سخرية القدر أنه تكون وزارة العمل على مقربة منه، مع العلم أنه هي بتتحمل جزء كبير من المسؤولية بهالموضوع، كون القانون بيمنع السوريين من مزاولة مهنة النقل العمومي. نحن عم نتحارب كتير السائقين السوريين، النمر المزورة، الأشياء كتيرة، عرفت كيف؟ زحمات السير، حاطين على السيارة خصوصية حقها $1000، حاطين أرمة تاكسي لازم قوى الأمن الداخلي يعملوا حواجز، مش ليعملوا لنا حواجز للسيارة العمومية إذا مكسور الميكانيك ومش عاملين أو الحزام الأمان. يبقى في سائق سوري عم يسوقها، بوقفوا بيحجزوها للعربية، بس ما بيحجزوها لأنه شوفير سوري، لأنه إذا بتنحجز العربية لأنه شوفير سوري بلا تطلع من الحجز زبطة 1,200,000. النمر مزدوجين، يعني في نمرة على خط صيدا ونمرة تانية على خط الشمال، في ناس عم يجيها محاضر بصيدا ما بتعرف الشمال بيجيها من الشمال، والله العظيم في ناس هيك. عندك تاكسيات بتشيل هالنمرة بينقلها على غير نمرة، على غير سيارة، بينقل اللوحة على غير سيارة، عم بتضل اللوحة القديمة مع دفتر مصور وعم بيشغل النمرة التانية عليها. فهدول اللي بدهم مكافحة، هدول من قوى الأمن الداخلي مفروض فين يكافحوهم ويلحقوهم. هلا مزورة مش مزورة، هو بهمه إنه عليها لوحة حمراء وعم يشتغل. هلا كيف عم يشتغل؟ ما بعرف، مزور شرعي، هو مش من حقه بالأساس يسوق السوري. واليوم لبنان في من البعض إذا بتروح على شي زاوية بتسألي عن حدا بتقول له بس عن وين فلان وين، تلاقي السوري بدلك لبنان ما بيعرف. وبختام هالجولة التقينا بسائق سوري وهيك كانت النتيجة. أستاذ خضر حبيب ساعتنا، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مقرر بلجنة الأشغال النيابية، هذا الموضوع كان من أولوياتك واهتماماتك. قبل ما ندخل بموضوعنا عن السير والنمر العمومية، في اليوم ومنذ يومين ثلاثة الناس المواطنين انشغل بالهم بتحذيرات من تهديدات لأعمال تفجيرات بالبلد وأعمال إرهابية، وشفنا أنه عم بيتداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسائل نصية بتشير لتحذيرات، والتحذيرات لم ما نفيتها السفارات، يعني السفارات أيضا حذرت من هالأمور هيدي، وهيدا بيعمل حالة إرباك بالبلد وشلل يمكن بالبلد. شو رأيك؟ ما في شك كنائب، هل تواصلت مع الأجهزة الأمنية؟ لا مش تواصلت، بس اللي عم يصير هو الحقيقة في معلومة كانت لدى بعض السفارات. نعم، ومش وليدة لامس، هيدا الموضوع كان عمره أكثر من يمكن أسبوعين أو ثلاث أسابيع. نعم، هل اللي صار الشيء الملفت للنظر انه هالمعلومه ذاتها تم تداولها عبر ثلاث سفارات، هني ما وزعوا هالمعلومات للاعلام، السفارات لم يتم توزيع ونشرها، بل بعثوا رسائل. يعني؟ نو 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 ابدا، بعثوا هالمعلومات للمواطنين المسجلين، يعني اذا الامريكان مسجل لبنان موجود هون لرعاياهم عبر عبر التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا او الايميل، والكنديين نفس الشيء وبقيه السفارات نفس الشيء. هالشيء سبب الحقيقة نوع من الهلع والخوف لهوجس للداخل اللبناني وحتى المغتربين بالخارج. نعم، يعني أنا كنت بتمنى أنه هيك أخبار لم ما يتم توزيعها وتداول فيها بهالشكل، لأنه عم تسبب خوف وهلع وهوجس لدى اللبنانيين بالداخل وبالخارج. يعني فهيدا الموضوع بتمنى أنه وزارة الخارجية يكون لها دور بهالموضوع وتعاطي مع السفارات، أنه ما المفروض يصير في إذا في معلومات جدية. هيدا مسؤولية
الأجهزة الأمنية الداخلية، يعني نحن وليس بمعلوماتنا السفارات الخارجية. يعني وردتنا معلومات أكيدة من مراجع أمنية أنه شعبة المعلومات ألقت القبض من يومين على شبكة إرهابية، وكانت عم تنوي أنه يعني كانت تنوي التفجير والقيام بأعمال إرهابية يعني، وهيدي معلومات أكيدة عن شعبة المعلومات. مدام خادم، هلا يمكن ما بدهم يحكوا الأمنيين، ولكن في كمان نوع من غموض يعني عند الأجهزة الأمنية. كل أسبوع عم يكون في إلقاء القبض ومداهمات لخلايا موجودة على ما تنسي عندك اليوم في 1.5 مليون نازح سوري، وعندك مخيمات فلسطينية، وعندك وعندك مهونيرك. فبالتالي نحن اليوم كنا بساحة معركة، ما ننسى شو صار امبارح بالامس اليوم تحرير الجرود. فالبلد لا الحمد لله بعدنا بننعم بالامر والاستقرار مقارنه مع بقيه الدول بالمنطقه، والاجهزه الامنيه نعم عم تقوم بعمل رائع وجيد وانجازات كبيره عم تقوم فيها، ولكن الامن اليوم الامن والاستقرار بحاجه لتنسيق جميع الاجهزه الامنيه وعم يقوموا فيه. حتى كمان جهاز امن الدوله عم بيقوم، والامن الوقائي الحقيقه هو هيدا الاساس. ايه الامن الوقائي، الامن الوقائي اللي عم يقوم فيه الاجهزه الامنيه. نعم. والتنسيق اليوم ما في شك انه بدنا يعني بدنا نشيد بين الاجهزه الامنيه، ما في شك بدنا نشيد ونثني على التنسيق بين الاجهزه الامنيه، وهيدا اللي عم تشوفي اليوم القاء القبض على الخلايا هو ما هو الا نتيجه التنسيق بين الاجهزه الامنيه بين بعضها البعض. نعم حقيقة. لنرجع لموضوعنا واللي هو بمطرح منه إذا تنظم يعني بيتصل بالأمن، هو من الأمن الوقائي أنه يكون في عنا لوحات سيارات، والأمن الاجتماعي إذا بدك أمن اجتماعي وأمن وقائي أمني، لأنه كل السيارات اللي حصلت فيها حصل وضعت فيها تفجيرات كانت نمرة مزورة. صحيح. فالمفروض أنه نتوصل للوحة لا تزور، نمر تكون صحيحة، يكون في معلومات كاملة عن السيارة غير قابلة لأنه تتزور. أي متى رح نوصل لهذه المرحلة؟ مدام غادة، نحن يعني عم نقول نحن كمجلس نواب بلجنة الأشجار اشتغلنا على قانون السير بحدود 8.5 سنين. وأخيرا تم إنجاز وأقرار هذا القانون وإنجاز كبير الحقيقة بقدر لكم، من ضمن 432 مادة الموجودين بقانون السير. بس اللي عم يطبق هلأ هو الزبوطة السير اللي بس بتعرفي نسبة عم بينقوا منها الناس، بتعرفي نسبة حوادث الموت على طرقات اللبنانية. وهيدي المعلومات مش من عندي، من معلومات من يازا، من الصليب الأحمر والمستشفيات، انخفضت نسبة حوادث الموت بالسيارات. نعم. من 1000 قتيل في السنة إلى ما يعادل 600-650 قتيل. فبالتالي هيدا بس عم بحكي شباب وشاباتنا على الطرقات، كان عندي كل سنة ما يعادل 1000 قتيل على الطرقات اللبنانية. أنا بقول لك إذا بتكل يوم بتتابعي الأخبار وبتشوفي يوجد ما هنالك بحدود من 850 لل 1200 محضر سرعة. بس كمان هدول الناس. نعم. حقيقة بالرغم انه بالقانون سلامة السير بده طرقات مرتبة، ما في شك هيدا بده حلقة خاصة، بده إنارة على الطرقات. بس أقول لك شغلي، نحن ما تنسي من 2005 ل 2017 لا يوجد موازنة بمجلس النواب، وأنا بعرف شو موازنة لجنة وزارة الأشغال، يدوب يعني يعملوا بالطرقات بعض الصيين وبعض الأماكن بس يزفتوا الحفر الموجودة. فبالتالي نحن بأمس الحاجة اليوم للموازنة لتطبيق كل هذه الأمور. أنا بقول لك هلا جاي من طرابلس، من طرابلس لو وصلت عجوني ما في ضوء على الطريق، ما في ضوء. السلامة المرورية اليوم إذا عندك لا سمح الله صار معك حادث وعلى يمينك في جسر، كل هالدواعم الحديد المضروبة اليوم ما عم تصلح، ما في صيانة إلها. فبالتالي إذا عندي خطين المفروض يكون في خط لاين بالنص يفصل الخط عن الشمال، ما في عندي ما في بويه بالطريق. طالما انه زبوطة السير عم بتدخل على الخزينه مبالغ خرزانه، يعني عم يوصل زبط السير لل 200,000، ليش ما بيكون في صندوق هالاموال هيدي بتتزبط فيها الطرقات مثلا؟ هل اقترحتوا شيء انه في خطة اشتغلنا على خطط عديده بموضوع. نعم. مع الاسف نحن اليوم يعني في خطط عديده موجوده. هلا فتنا شوي على موضوع ثاني بس لا تقلك. نعم. على السريع موضوع المحاضر السير، الناس بتفكر انه هيدا بيفوت على خزينه الدوله، على وزاره الماليه، وزاره الماليه يعني خزينه الدوله. الدوله ايه بس ما يعني ما مش هيدي رايحه لمديريه عامه او رايحه لمؤسسه خاصه، هيدي رايحه للخزينه العامه اي وزاره الماليه. نعم. هلا لنرجع لموضوعنا الاساسي وموضوع الميني فان. وموضوع نحن الحقيقه انا في اقتراح قانون مشتغل عليه صار تقريبا 2.5 سنين، وانا كنت رئيس هذه اللجنه،
بموضوع الريبورتاج مدام، هذا اللي حطيتيه اللي نعم. موضوع الميني فان، اذا اليوم بتطبق القانون اللبناني اللي هو لا يجوز لاي فائق غير لبناني نعم. انه يسوق سيارات عموميه تاكسي او ميني فان او بوستة او كاميون او شحن او صهريج بموجب القوانين المرعيه الاجراء، ولكن مع الاسف لا ما عم يتم التعاطي بجديه. في نماذج عن جبت لك اياهم، جبت لك اياهم هلا معي، جبت لك اياهم معي، هن ما بيدور من قبل وزاره النقل، بيدور من قبل وزاره النقل، رح نشوفهم على الشاشه. هيدا ترخيص الافراد، نموذج ترخيص الافراد اللي السائق اللي لازم هو يحوز على هيدا الترخيص، ان كان تاكسي ولا ان كان ميني فان ولا كان بوستة ولا كان كاميون، المفروض يكون معهم هذه النماذج من التراخيص. هيدا النموذج الترخيص للمركبه كل هيدا بيتجدد كل سنه نعم، بس ايضا السائق يعني نعم. المفروض يكون معه، وفي ستيكر معين بنحط على زجاج الالي، هيدا الستيكر الملصق التعريفي المفروض يكون هذا، وكل سنه ايضا بيتجدد نعم. بيتجدد هلا اللي عم يصير، شو اللي عم بيصير؟ اللي عم يصير ممكن يكون في بعض السائقين الغير لبنانيين، ما فينا نجي نحط كل الحق على الدوله، قانون موجود مطلوب تطبيقه، ولكن صاحب العلاقه يعني صاحب الفان اللي هو المالك اذا بده يوفر ما بين الأجور بين السائق اللبناني والسائق الغير لبناني، الغير لبناني مش عم نقول أي شو جنسيته نعم. السائق الغير لبناني إذا هيداك عم يدفع له مليون ليرة السائق اللبناني والغير لبناني بيدفع له 500-600 ألف، بيقول لك أنا بوفر 400 ألف ليرة بالشهر، بس حتى عم يستعين هيدا غير قانوني، فبالتالي مدام غادة اللي يعني. عم يرتكب الخطأ واللي عم يرتكب المخالفة هو صاحب المركبة. بس خلينا نبتدي من هون، خلينا نبتدي من على الأرض في سيارات تاكسي، سيارات بيقدروا يشتروها بكم ألف دولار، عم يجي شخص غير لبناني عم هو عم يمكن عم بيسجلها باسم شخص تاني، ما في التاكسي عمومي بالقانون اللبناني بده نمرة، بده نمرة بس بحط نمرة مزورة. هلا هيدا موضوع النمرة مزورة، خليني اقول لك شيء، من ضمن القانون ايضا اللي اشتغلنا عليه على مدى 8 سنين نعم. يوجد مادة من المواد اللي هو سيتم، وانا هلا لاول مره بلقيا على هذا الشاشه وبرنامجك المميز نعم. بعد شهر من الان سيتم تطبيق النمر الذكيه، واول ما يتم تطبيق حيكون على النمر العموميه. النمر الذكيه لا يعني رح أشرح لك النمر الذكيه قابله لاي غير قابله للتزوير، لا اقول لك، لاول شيء حيكون بقلبها باركود. هالباركود هو لا يمكن انك تشيليه من قلب النمره لانه هو موجود بقلبها باركود، وبنفس الوقت هاي النمر ما فيك تطبعيها وتجيبيها وتعملي لها دوبليكيت من مكان، حتكون من قبل ديلرز خاصين معتمدين، وحيكون عندهم جهاز كمبيوتر موصول مع وزارة الداخلية أو مع مصلحة إدارة السير. نعم. كل رقم بده يعمل نمرة جديدة حيكون إدارة السير والآليات على علم بهذا الرقم، وبنفس الوقت الطريقة اللي بده ينحط فيها على السيارة حيكون لها تبشيمات بعد شهر، عملك بعد شهر سيتم تطبيق يعني. بس أول شيء حيبلشوا بالنمر العمومي، وبالتالي مش ببراغي أيضا بيكون في لهم تبشيمات معينة بيتبشموا على السيارة تبشيم، وهيدي إلى باركود، يعني الشرطي اليوم شرطي السير يعني اللي بيصبوا نمر بيوقف شغلهم؟ لا 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 حيتم اعتماد لأولا حل لأولا حل لأصحاب يمكن في 70-80 شخص لديهم مصانع صغيرة لهالموضوع هذا لقلهم الحل. بس أنا بدي أقول لك ليه هالنمرة هيدي اللي هي بألبر باركود اليوم شرطي السير بيكون مجهز بلابتوب صغير كمبيوتر محمول، مجرد ما وقفت السيارة بيعمل لها سكان للنمرة بيقدر يعرف مين المالك لهذه السيارة، هل يا ترى هالنمرة مطابقة للسيارة للآلية ورقم الشاسية واللون، هل عليها أي مخالفة أو أي شيء، وبيعرف إذا مطابقة ولا خلينا لا. خلينا نسأل أكثر تقنيا المهندس هدى سلوم، وهي رئيسة مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير. نحن التأنيس ما كتير منحطة بالصفة ولكن لازم. مساء الخير ست هدى. مساء الخير ست هدى. مساء الخير ست غادة، ومساء الخير سعادة النايب، ومساء الخير لكل جمهور الام تي في. شكرا لك. هيدا المشروع اللي عم يحدثنا عنه سعادة النايب هلا، هل صحيح انه انوضع على السكه وقريبا سيبصر النور، رح يكون عندنا يعني يكون عندنا سيارات امنه من كل النواحي، امنه على السير، امنه لا يعني الاستباق اي خلل امني او حوادث امنيه او تفجيرات، يعني هيدي النمر هي تقي من جميع بعده على عده جبهات فينا نوظفها يعني، تفضلي. نعم،
باشرت هيئة إدارة السير بتطبيق قانون السير، إن كان لناحية إصدار الدفاتر والدفاتر البيومترية تبع السواقة ودفاتر رخص السير. نعم. كلهم هاو صاروا موجودين وبكافة المناطق اللبنانية، ما بقى يصدر أي دفتر ورقي. نعم. وحاليا انتقلت هيئة إدارة السير لدراسة إصدار اللوحات، وبعد ما صدر القانون رقم 61 بتاريخ 27/10/2016 نعم. يلي قال إنه بيصدر بقرار وزير الداخلية والبلديات تفاصيل اللوحات وأشكالها وكل شيء بيتعلق فيها، كمان صدر هالقرار عن معالي وزير الداخلية يلي نظم هالعملية، عملية إصدار اللوحات. هاللوحات رح تكون فيها أحبار متغيرة بصرياً وريفلكتيف على الضوء، ورح يكون فيها باركود. نعم. وبالإضافة لهاللوحات في جزء متمم لها هو الستيكر يلي رح يتلزق على أزاز السيارة، يلي كل ما واحد دفع ميكانيست بيستحصل على هالستيكر، ويلي بيحتوي على RFID في كافة المعلومات عن هوية السيارة. نعم. هاللوحة يلي رح تكون مبصومة بمبصم هيئة إدارة السير في كاب قوي، رح يكون ما بتنفك إلا بالمحلات يلي مؤتمنة إنها تصنع هاللوحات. نعم. هي ما بتصنع، هي بتركب. لوحات بتنكبس وبتتركب. نعم. بمكابس هي ملك هيئة إدارة السير، رح تتوزع على كافة المحلات المرخصة يلي نوضع على آلية ورح تتأيد فيها، لأنه نحن ما فينا نحط هاللوحات بأي محل يمكن يكون سابقا مرخص، إنما ما عم يتأيد بالآلية الموجودة. نعم. بس قديش نعم. تفضلي. كمان صدر قرار مشترك عن معالي وزير الداخلية ووزير المالية كمان، وهالقرار هو حدد الرسم يلي رح يكون للوحات. لوحة رح تكون رسمة 15,000 ليرة. نعم. لوحتين 30,000، هيدا رسم للخزينة. بس قديش يعني متوقع الوقت اللي ممكن انه تتبدل فيه كل لوحات سيارات لبنان؟ يعني خلال قدي وقت ممكن انه تتبدل هيدي اللوحات؟ نعم، عطى القانون رقم 61 عطى مهلة سنة، ويحق لوزير الداخلية إضافة 6 أشهر أخرى لهاللوحات. يعني يعطى المواطن سنة، اللي بده يشتري سيارة جديدة دغري رح يحط نمرة جديدة، واللي عنده أكيد. نمرة عنده وقت سنة، طيب خلال سنة يبدلها يعني، ولا في وقت؟ نحن رح نجدول حسب مواعيد الميكانيك وأي نعم نعم. واللي نحن عم نفكر فيه نبلش فيه كثير قريبا جدا وقبل بشهر. نعم. قبل مهلة الشهر هو اللوحات العمومية يلي راح تنكبس بالهيئة وتتركب، ممكن تتركب برا، راح نوزع كاب على المحلات النمر، راح تتركب عندهم هاللوحات، وراح تكون كل نمرة موصولة عليها السيريال نمبر يلي راح يطلع على السيرفر تبع هيئة إدارة السير الموصول على قوى الأمن الداخلي. نعم. شو هو السيريال نمبر تبعها، بحيث إنه ما بيقدر واحد يغير اللوحة. نعم. وإمتى رح نبلش؟ رح يبلش هالمشروع بتشرين الأول إذا الله رب. بتحب تضيف شيء ست هدى؟ بحب ضيف إنه لمن عنا 4,000 نمرة ميني باص مثلا، هلأ عم يمشوا 16,000 ميني باص على الطريق. هيدا حطر عليهم هلأ مدام. نعم. نعم. هدى وحاشرح لها يعني هيدا نمرة الموضوع كله. يعني بتحل المشكلة. بكفي. نعم. بكفي المشكلة إنه يمشوا 4,000 بس، تحدينا من عجل السير ومن التزوير. نعم. ومن طبعًا. كل هالأمور هاي. بدنا نتشكر، بدي تشكر جهودها لأنه كانت معي باللجنة الحية. نعم. لتغيير اللوحات الخصوصية كمان. صح. إن شاء الله خير. شكرا لك أستاذة هدى سلمون. بهالموضوع اللي كانت عم تطرحه مدام هدى، الحقيقة أنا خلال 16-18 شهر الماضيين
كنت بترأس اللجنة الفرعية فيما يتعلق بموضوع الميرباص، وفي اقتراح قانون طرحه الرئيس بري على جدول أعمال نهار الثلاثة. عنا هيئة، عنا جلسات هيئة عامة نهار الثلاثة عن الأربعة. حسب الإحصاءات اللي قامت فيها وزارة النقل، في 16,000 ميني باص موجود على الأراضي اللبنانية. إنه هالوحدهم بيعملوا عجقسة. 16,000 باص، ولكن حسب الإحصاءات اللي عطتنا إياهم مدام هدى من عندها، 4,000 نمرة موجودين من لبنان فقط. فعندك 4,000 نمرة للميني فان، للميني باص، الأوتوباسات الصغيرة موجودين. هول النمر حمر يعني. النمر حمر بس هدول مخصصين للأوتوبيسات الصغيرة، بوقت في 16,000 ميني فان موجودين على الأراضي اللبنانية. طيب. حتى هول لو بدهم يرجع يعني. ما هو لا شو أشرح لك؟ يعني اليوم وقت بده يصير في تطبيق النمر الذكية، في عندك 4,000 لوحة حيكونوا هدول موجودين قانونيين. وبوقت في 12,000 فان حيكونوا هدول بنمر مزورة ونمر مكررة. شو حتعملي فيهم؟ فعندك مشكله فيهم، حيكون لانه ما في نمر بيقدروا يشتروهم بالسوق. ايه مزبوط، ما في نمر. فبالتالي الاقتراح القانوني طرحناه وقلت لك موجود على جدول الاعمال نهار الثلاثاء ان الله راد، وان شاء الله بيتم اقراره. نحن ارتقينا انه في 2100 نمره للاوتوبيسات الكبيره الموجودين في لبنان، الهدال ما بقى لهم شغل لاسباب معينه، وهدول عم نحكي ال 40 راكب و 45 راكب مش موجود، ما بقى لهم شغل وعم يدفعوا رسومهم كل سنة، في عبء عليهم كبير. نعم. أصحاب فهيدا يعني بتطلع فيها من موضوع اجتماعي، موضوع إنساني. نعم. اقتراح القانون بيقول أنه كل شخص عنده بوسطة بقلبها 40-45 راكب بإمكان تجزئة هذا الرقم إلى تجزئتها إلى صفحتين، يعني إذا بقلبها 45 راكب ممكن تعملي تجزئة ثلاث لوح، كل لوحة 15 راكب 15 راكب 15 راكب. وهذول بيكونوا يجيز لي المصلحة، يعني بيرجع هون بيقدروا يعطوا بدل النمرة ثلاثة، بيدلوا بدل النمرة ثلاثة. أنت شو عم تعملي هون؟ أول شيء اتصل فيني أحدهم امبارح عم يقول لي سعر اللوحة اليوم بالسوق بده يشتري لوحة للميني فان 55,000 دولار. بوقت هو حق الطبيعي أكيد حسب العرض والطلب ما يكون مفروض يكون بين 20 و30 مليون ليرة. قال لي 55,000 دولار وما عم نلاقي. فاليوم أنت مجرد ما طبقتي النمر الذكي في 4,000 لوحة قانونية بوقت في 16,000 ميني فان، فعندك 12,000 بدك تلاقي لهم حل. الحل هو حيتم إقراره إن شاء الله بالهيئة العامة. عندك هال 2100 لوحة بيتم تجزئتهم لثلاث لوحات أو لوحتين أو ثلاثة، بيخلقوا لك بتضخي بالسوق بين ال 4,000 و 5,000 لوحة. والنمر المميز شو مصيره؟ لا النمر المميز رح تضل في نمر تحكي مميزة على شو؟ على الثلاث أرقام والأربع أرقام يعني بتقول خلص ثبت بموجب القانون اللي صدر قانون. بس هل عم بيتم التأيد فيه للقانون هلا؟ ما بقى في بقى إصدار نمر ثلاث أرقام وأربع أرقام منذ أشهر حديثي وزير الداخلية بموجب قانون بالمجلس النواب، ونحن بلجنة الأشغال من الأمن اللي وصينا عليه تم توقيف عطاء النمر المميز بكل الأراضي اللبنانية. هذا موضوع خلص صار بي حتى النمر كان. اللي مفعول لا كل واحد عنده نمرته ولكن في تصاريح بمفعول سابق يعني للقرار. لا هيدا كلام حرام يعني مشان ما عم نسأل. لا 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 مش هيدا مش كلام عم لا أكد لأنه في بعض يعني الأسئلة الوردة. أنا حسب معلوماتي لا يوجد أي يعني يعني منقلهم للناس ما تطلبوا من نوابكم بعدهم الناس عم يطلبوا منكم أرقام وزع ما في الكفاية الألاف. بعض الوزراء السابقين وزعوا بعشرات الألاف. كل حدا عنده رقم فيه يحتفظ برقم. هيدا بدي أشرح لك. أي شخص عنده رقم اليوم وحتى بموجب النمر الجديد بإمكانه الحفاظ على الرقم اللي عنده إياه، أو بيع الرقم هو والسيارة، أو بيع السيارة الآلية والحفاظ بالرقم لحاله وبيرجع بيحطه على السيارة تاني. فبالتالي عنده المواطن بس بيع الرقم هو السياره، وكانه عم نقول له بيع الرقم يعني ما بقى في خلص يعني لا وقت اللي بده رقم له شخصي ويبيعه هو السياره عنده الخيار. هذا قانون تم اصداره وبده الكل يعني يعتمدوا ويطبقوا. هلا الشيء اللي كنت عم بدي اقول لك عليه الحقيقه موضوع ازمه السير، وهذا موضوع اشتغلنا فيه بلجنه الاشغال. نعم. وكان في بعض الطروحات اللي هي على يعني على فترات طويله على 3 سنين بعض الدراسات و5 سنين. في شيء حقيقة بحب أقول لك يا مدام غادة، اليوم في شيء معتمد بأوروبا وبأمريكا اسمه كاربول. إذا بتاخدي من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب الأوتوستراد كله خطين، ببعض الأماكن 3 خطوط، ببعض الأماكن 4 خطوط، يعني من التونيل من تونيل نهر الكرب إلى بيروت 4 خطوط. أنا بتمنى بحل سريع، لا بدنا ننطر لا سكت الترين ولا يعني، يعني بس أقول لك اليوم بعض الخطأ اللي اشتغلنا عليها. شبكات السكك الحديديه اليوم اللي هي بلبنان في عندك 3 محاور، المحور الساحلي من العبوديه لبيروت للنقوره بيطول 224 كيلومتر
بصير شو بنستعمله اذا اليوم نحن اليوم على فكره يعني كان بموضوع حقلك موضوع ثاني منذ اسبوعين تم اقرار اهم قانون انا برايي تم اقراره اليوم الى جانب اكيد سلسله الرتب والرواتب هو اقرار البارتنرشيب بابليك برايفت هو ال موضوع قانون الشراكة بين القطاع الخاص نعم. والقطاع العام هذا يجيز للوزارات اليوم والمؤسسات العامة والإدارات العامة حدا يجي ينفذ هالبيئة تجي شركات يعني. خاصة تجي تستثمر وتدير وتبسيين على سنوات نحن اليوم سكة الحديد بإمكان وزير النقل بكرة على بكرة يشوف إذا في مجال لمزايدة مناقصة اللي هو لتحويل سكك الحديد لطرقات نفس الشيء يعني نفس الشيء المرافق العامة كلها البور الكهرباء هذا القانون هذا القانون اللي تم لرقمه 48 اللي هو قانون الخصخصة بين الشراكة بين القطاع الخاص والعام ما في إلا اليوم ما أترحم على الشهيد باسل ريحان الله يرحمه منذ سنين عديدة بحكومة رئيس الشهيد رفيق الحريري طرح هذا القانون ونضب بالدرج لسبب ولما يعني ان شاء الله نكون احنا مشينا على السكه بموضوع السير هون بدي اثني على زميلنا معالي النائب ياسين جابر اللي هو رجع نعم طرح هذا القانون نعم. اللي هو طرح هذا القانون منذ اسبوعين وتم اقراره قانون الشراكه بين القطاع الخاص والعام هيدا اليوم بيعطيكي يجيز للوزارات باي مشروع تستفيد من ان كان قطاع النقل ان كان البور ان كان السكك الحديديه ان كان كل هذه الامور بس موضوع أزمة السير بقدر أرجع لك مدام غادة اليوم في إشة ممكن تعمليها خلال أسبوع لحل أزمة السير إشة سريعة عندك الكاربول اللي هو بتفصلي لين خاص لكل سيارة بقلبها ثلاث أشخاص وما فوق وللأوتوبيسات خط الشمال تتركيه للسيارات بقلبها ثلاث أشخاص وما فوق والسيارة بقلبها شخص بدها تنظيم يعني بدها تنظيم انا بقول لك بنزل كل يوم وبطلع 4-5 أيام من الشمال على بيروت بتصير تراقب شو عم بيصير على الطرقات بدون مبالغة 75% من السيارات من الشمال لبيروت بقلبها شخص او شخصين طيب تقدر اليوم المصانع على القطاع الخاص مصانع مؤسسات مصارف يعملوا يعني بعض البوادر يقولوا خي نحن بنقدر نعمل انسنتف حوافز أكثر. حوافز نعم. لكل شخص بيكون عم يشتغل بهالبنك بيجي معه موظفين بيجيب معه 2 أو 3 ونعطيه حوافز معينه شهريه يمكن بدنا حلقات لا لا يعني هذا الموضوع في اشياء ممكن يشغل علي الحقيقه ولكن انه يعني اهم العبء الكبير على المواطن هو هذا الهم اليومي اللي الوقت اللي عم بيضيعوا على الطريق ما بس الطرقات في كلفة والتلوث يعني كلفه اقتصاديه وتلوث من التلوث الصحي بالبلد بكل يعني أحوال أنا بدي أشكرك أستاذ خضر ما بقى معنا وقت بهالفقرة ولكن على أمل اللقاء فيك بمقابلات تانية لشرح المواضيع الحياتية اللي شوي بعيدة عن السياسة ولكن هي بصلب سياسة إدارة صحيح الحكم صحيح شكرا لك فاصل إعلان ومنتابع الحلقة بلبنان حتى المحامين مقدربين هل يعني الواقع اللي وصلنا له يستدعي دق ناقوس الخطر المحامي اللي بده يدافع عن حقوق الناس صار بده مين يدافع له عن حقوقه مباشرة بصلب الموضوع معنا بالاستوديو نائب المحامين استاذ أنطونيو هاشم أهلا وسهلا فيك فيكي تهيب نائب شكرا. فيكي تهيب بس انه مقدربين بإضرابكم في كتير ناس ناطرين حقوقهم ناطرين العدالة يعني بتقدرب العدالة كلها إذا أنتوا أضربتوا ورغم تقليك هيك مقدربين تفضل أول شيء ما بدنا نسميه إضراب نحن معتكفين عن حضور الجلسات باستثناء جلسات فيها موقوفين أو مزاد علني ليش الاستثناء الموقوف لأنه شخص مسجون هذا لازم يسهل له أموره المزاد العلني فيها كتير تدابير وفيها تبليغات وفيها تحضيرات بأصول المحاكمات ما بدنا نروحها على العالم أما وأنه نقول المحامي صار بدهم يدافع عنه لا بيدافعوا عن حالهم وبيحصلوا حقوقهم مش هذا الخوف اللي بدنا نحكي فيه نحن ليش اعتكفنا صراحة خلينا نرجع بالتاريخ كم شهر لورا ونشوف أنه وقت اللي كانت عم تندرس موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون إيرادات المالية والضرائبية نعم. كان لنا موقف بهالموضوع بشهر تقريبا خلال أدار الماضي واعتكفنا 3 أيام ومن بعدها اجت الوعود
وصار في عدة اجتماعات ولقاءات ما بين مجلس النقابي وكبار موظفين وزارة المال لتوضيح بعض النقاط. نحن في عنا المادة 17 اللي أقرت بالإيرادات، وفي موضوع مرور الزمن الضرائبي، هودي الركيزتين يلي نحن معتكفين من شانه. تنوضح أكثر، أنا هلأ عم بحكيكي مش بس باسم المحامين، عم بحكيكي باسم 250 ألف صاحب مهنة حرة، وعم بحكيكي من وراهن عيالهم يعني مليون، بموضوع المادة 17 الازدواج الضريبي. اما موضوع مرور الزمن عم بحكيكي باسم اللبنانيين كلهم، وبسمح لحالي اقول الضريبه يعني بدهم ياخذوا الضريبه مرتين. راح نفسر لك اياها كيف بدك. فسر لنا اياها، لانه الماده 17 اذا في معنا وقت نقرا لك اياها شوي بشكل فضل. سريع بس راح نبسطها للمستمعين. نعم. والمشاهدين. نعم. خلافا لاي نص اخر، تخضع لاحكام قانون ضريبه الدخل ولضريبه الباب الثالث منه معدل 7% الفوائد والعائدات والإيرادات العائدة للحسابات، وفوائد وعائدات الودائع وسائل الالتزامات، فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان وإدارة الأموال، فوائد الإيرادات سندات الخزينة اللبنانية. ما يعنينا هو الفقرة الثانية من هالنص، إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات داخل ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو مؤسسات تجارية خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة أولا أعلى، وتعتبر قيمة الضريبة المسددة عنها عبء أن ينزل من إيرادات تلك المؤسسات. أما إذا كانت هذه الفوائد والعائدات والإيرادات عائدة إلى مؤسسات تجارية أو مهن حرة خاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس ربح المقطوع، تبقى خاضعة للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. بمعنى بسيط جدا. نعم. مش ازدواجية، هون في عندك ثلاث ثلاثية الضريبة. بسطنا، انتم وين بتدفعوا ضريبه؟ شو مطلوب منكم؟ نحن كمحامين عملا بالماده 12 من قانون ضريبه الدخل على الربح المقطوع، ويجوز لنا الانتقال بطلب الى الربح الحقيقي، عندنا خيار فيها، ولكن نحن اساسا على الربح المقطوع. انطلاقا من هون، المحامي اللي معه او حيلا مهنه حره مش بس محامي، أوكي. اللي معه عنده حساب ادخار لاخرته عم بيتركه، عم نيجي نقول له على المصدر بالمصرف عم ناخذ منك كنا 5%، صار 7. أوكي. ما عم نعارض. اوكي، يعني هيدي في مساواه فيها. فيها مساواه. نعم. على الكل عم ناخذ. شو بدهم ياخذوا منكم كمان؟ بدهم ما يتبقى رصيد هالفوائد. يعني اذا تنعطي الشيفر الارقام، عندك طلع 5000 دولار بالسنه فوائد على حساباتك. نعم. نقطتع منهم 7% لل 5000، ما تبقى من ال 5000 مجبور صاحب المهنة الحرة محامي طبيب مهندس صيدلي يصرح على تصريحه بكانون الثاني من أول السنة على السنة اللي فاتت، يرجع يصرح عن بإضافة إلى أتعابه. أتعاب. يعني بيكون عم يدفع مرة تانية عليهم. هون شو التأثير؟ بتصير الضريبة ما تصاعدية من 4% لل 21 حسب شو أنت عم بتكوني عم بتدخلي إيرادات بالشطور عم تطلع عم تدفعيهم. نعم. أضف إلى ذلك في محامين يمكن يتجاوزوا بهالمبلغ الفوائد 100,000 دولار. في حال تجاوز 100,000 بده يرجع يدفع المبلغ كله 11% تفقى. هذا التل الثلاثي اللي عم تحكي. أضف إلى ذلك مش عم بفهم كيفية تطبيقها بآليتها في رفع سرية مصرفية. يعني أخذوا عن هالفايدة ضريبة، ليش بدهم يرجعوا ياخذوا أول مرة تانية؟ وتاني مرة والثالثة إذا تجاوزت 100,000. بالتجاوز 100,000 حيرجعوا. أكيد. وبتوصل إذا قطعت 100,000 بتدفع 11% عليهم. انطلاقا من هون، في عندك إذا غفلتي ما انتبهتي أنه في عندك إيرادات دخلت وما صرحتي عنها، في تهرب ضريبي. وبالتالي إضافة إلى التهرب الضريبي، كيف السرية المصرفية نحن بنرفع على الحسابات؟ وين التطبيق؟ هلأ نحن من بعد ما المشكلة وين صارت؟ من بعد ما صار في وعود من وزارة المال بكبار الموظفين أنه ما رح نمشي بسبعة بالمية ازدواجية عليكم، فوجئنا بجلسة التشريع انه اقرت وقطعت. اوف. طب ليش الباقيين ساكتين؟ الاطباء مش ساكتين، ما حدا ساكت. بديلك شغلي، نقابه المحامين هي اللي بتتحرك اكثر شيء. ونقابه المحامين مع احترامي لكل يعني النقابات هي ام النقابات، متكلين عليها. ونقابه المحامين كانت وهي اليوم وستبقى المدافع الاول عن الكل. طب من ايمتى انتم معتكفين؟ 27 تموز.
طيب من 27 تموز ما كان في جلسات ما كانوا حاسين بس هلا بده يبلش. طب لهلا انه حدا تواصلتوا مع حدا؟ صار في تواصل، صار في تواصل وعم نجتمع وفي وعود باقراره بجلسه مقبله مع النواب مع النواب لجنه المال والموازنه ومع النواب رئيس اللجنه كذلك الامر وبعض النواب الزملاء المحامين وفي وعود انه الثلاثه هو محامي كيف لكن موجه له تحيه بانطلاق من هون النهار الثلاثة والأربعة موعودين عسى خير ولكن لن نلدع مرتين. يعني شو رح تعملوا إذا ما في تصعيد بيصير كيف؟ خلينا نقول لهم لكل مقام ومقال ولكل حادث حديث تركي لنا هذه بنشوف بعدين وين فينا نوجع أكثر وفينا نوجع طيب لأنه العدلية مع احترامي للكل مفاتيحة معنا. هلا الضرايب بس سمعتيني شو قلت لك مفاتيحة معنا مفاتيح العدلية معكن معنا كيف بأي معنى؟ إذا بدنا نسكر بنسكر نحن بنسكر بس مش بغير معنى لا مش بغير معنى فتيح الملفات أو لا هيدي ما بنتعاطف فيها نحن هي ما بنتعاطف فيها أبدا لا من قريب ولا من بعيد. أوكي بس اليوم يعني المجلس الدستوري يعني وين رايح بموضوع الضرائب برأيك؟ المجلس الدستوري المجلس الدستوري بالطبع يعني. صراحة ما عندي معلومات وما بسمح لنفسي أتدخل مع لا الرئيس ولا الأعضاء ولكن في نقاط قانونية أصيرت بالطعن بستصعب أنه المادة 17 يقدروا يطلعوا منها بسهولة لأنه فيها أمور دستورية كتير دقيقة خاصة المساواة أمام الضريبة بين الناس طبعا هي بحمى الدستور هي المساواة أهم شيء أهم مبدأ الاتكال على المجلس الدستوري كحصن يمكن أكتر بيفهم قانونيا بيفهم يعني قانون بيشتغل قانون وبعيد عن الضغوطات وبعتقد هل هيدي أحد الأسباب اللي خلت المجلس الدستوري يقبل طعن مثلا الأسباب المعلنة كانت غير هيك لا ولكن المجلس الدستوري أخذ قرار بوقف التنفيذ أوكي للطعن لأنه في أسباب موجبة في أسباب موجبة ولكن من قالت شو الأسباب قال في قرار وقف تنفيذ لحين البت بالأساس انطلاقا من هون المجلس الدستوري اللي ملء الثقة فيه بأعضائه برئيسه إنه يأخذوا الموقف المناسب والحكيم بهالموضوع. هل ممكن يصير في يعني طلب أو توصية من المجلس الدستوري بتعديل بعض البنود اللي بيعتبرها مجلس دستوري؟ لا ما في توصية. يا بيبطل أو ما بيبطل. ما بيقول بيبطل في توصية. القرار كله. بيقدر يبطله كلياً بيقدر يبطله جزئياً. قصدي التوصية موعده. هي الإبطال الجزئي يعني لبعض. مش توصية هي بيكون أبطله. إبطال جزئي يعني. أبطله ما في توصية. في قرار بده يصدر. وإذا أبطل جزئياً بكفي بالمواد الباقية أكيد المواد التي لم تبطل بيقدروا يكفوا فيها مهم أقول شغلي نحن كنقابة محامين وكنقابة مهن حرة لسنا ضد السلسلة بحد ذاتها نحن مع أصحاب الحقوق لإيصال كل ذي حق لحقه انطلاقا من هون ما بدي حدا يفكر أنه نقابة المحامين ما بدها السلسلة إطلاقا نحن مع أصحاب الحقوق ولكن نحن بدنا تكون الإيرادات صحيحة طب كيف تتمول السلسلة؟ عادلة بتتمول السلسلة إذا اليوم تم إبطال السلسلة بدك ترجعي تدرسيها وتشوفي الإيرادات توقفي الفساد وتوقفي الهدر يلي عم بيصير هلأ بالفقرة اللي بعد هيدي عنا الأملاك البحرية هودي وحدة هيدي وحدة منهم وحدة منهم من إيراداتها يلي ممكن أنك تأمني إيرادات للدولة في اليوم أنا مش مطلوب اني اخذ من جيبه محامي او مهندس او طبيب تدفع لغيره نعم. لا هذه مش مقبوله الضريبه بفهمها الدوله ما فيها تعيش بلا رد الضرائب الضريبه هي ركيزه بحياه عصر هل في دوله بالعالم اعتمدت فيها هيدي الضريبه بالمبدا اللي عم تحكي فيه الازدواجي ولا بشكل من الاشكال ولا يعني هيدا مبدا قانوني دستوري لا يجوز تكليف المرتين أو ثلاثة ما بيجوز ولا يجوز أطلاقا. عدم المساواة بين اللبنانيين مبدأ دستوري مساواة أمام الضريبة يعني أنت دخلك لمن أنت بمقدمة الدستور أو مدخراتك موجودة. لمن أنت حطيتها بالبنك كنت خلص أنت دفعت المتواجبات تبعها عم يعني. تدفعيهم كل استحقاق طلعتها من كل استحقاق عم بيسحبوا لك على المصدر عم بياخذوا منك الضريبة طلعتها من الضريبة وفوتها وعم تدفع عليها ضريبة المصرف ضريبة الفايدة نعم. ضريبة مرة تاني ومرة تالتة اتفقها هيدا المشكلة الكبيرة عم يرجع بيعتبروا لك هيدا ربح من أرباحك ربح من أرباحهم أخذت أول مرة عليه متفقين ما عندنا مشكل بس مرة تانية وتالتة لا مش مقبولة هيدي ولا بشكل من الأشكال هل حاسبين هن إنه بتقدر تدخلهم مبالغ مهمة يعني لحتى ما فت بحساباتهم بس أنا فتت بالمبادئ القانونية
كاشفين الحسابات المصرفية للمحامين وأصحاب المحامين الحرة لحتى؟ لا، مش الحسابات، الحسابات ما بتنكشف إفراديا. إيه للجنة يشوفوا البنك قديش عنده مجموع الفوائد بيقدروا ياخدوا، بياخدوها كلها سوا، بس فرديا لا. هذه ما بشوفها، مش ماشي أبدا. طيب ما بدك تخبرنا عن التصعيد ابدا هلا؟ يعني لا خليه بوقت، بلكي اذا عرفوا انه في تصعيد، ولا في تصعيد اكيد اذا ما وصلنا للي بدنا اياه. ست غاده، اذا ما وصلنا للي بدنا اياه ما ممكن نقبل بالواقع ولا بشكل من الاشكال. بتقولي لي في ناس عندها مصالح، انا في عندي مصالحي قبل، يعني معلش خليني اخسر شهر وشهرين وثلاثه ولا اخسر على مدى العمر، هذه مش مقبوله. ما في يكون الطبيب عم بداوي الناس وهو عليله، يعني مفروض يداوي حاله أول. نعم. لك شغلي بهالموضوع، المحامين جميعا زميلاتي وزملائي قلب واحد، ايد واحدة وتوجه واحد. ايه طبعا مش قبلانين فيها ولا بشكل من الاشكال. للتصعيد، نعم للتصعيد، بدنا حقنا يوصل. يعني اليوم مجلس دستوري امام، يا ابطال جزئي يا ابطال كلي، كلي القرار له، القرار له اطلاقا تماما تماما. مش ممكن انه يصدر عنه نوع من رد، يعني رده على يعني ابطاله، يعني رده على المجلس النيابي او ابطاله رده على المجلس لاعاده هل النظر. هل الابطال يعني سوف ياتي ببعض الملاحظات من جملتهم، هاي الملاحظه اللي هي ممنوع ازدواجيه الضريبه وممنوع، بده يعلله اكيد في التعليل، بالتعليل قصدي، بالتعليل، بالتعليل والحيثيات، توصيات توصيات تعليل والحيثيات اكيد بده يقول ليش عم يبطل، لانه في حيثيات وتعليل معين بناء على مبادئ قانونيه ومبادئ دستوريه لذلك يبطل. نعم، لعدم دستوريه هالنص. وخاصه انه المساواه امام الضريبه ذكرها الدستور بمقدمته، مساواه بكل شيء، مساواه بين اللبنانيين بكل شيء ذكرها. نعم. تماما. هلا اذا بدك نرجع شوي لنقطه مرور الزمن اللي انتم معترضين عليها، كمان معترضين عليها. مرور الزمن وارد بقانون بمشروع الموازنه، رئيس اللجنة، رئيس لجنة المال والموازنة والأعضاء اجتمعنا عدة مرات، وكان المبرر لإلغاء مبدأ مرور الزمن غير المنطقي وغير القانوني عالميا مش بس بلبنان، أنه لا دين الدولة ممتاز وبالتالي لا مرور زمن عليه. بأي منطق؟ ما في دولة بالعالم ما فيها مرور زمن على ضريبة. أنا كمحامي أتعابي علي مرور زمن وديني ممتاز. جريمة القتل في مرور زمن علي 10 سنوات، بقى أنا بدي خلي سيف وزارة المال مسلط على الناس مدى العمر، بيرجعوا عليك 10 و20 و30 سنة. جيبي لنا دفاتر، هيدي خطرة، خطرة جدا، خاصة كان في حرب وكان تماما في... نعم. اتفقنا هلأ وصلنا إلى حل وسط، 5 سنوات لمرور الزمن على التحصيل، ومشكور رئيس اللجنة والأعضاء انه مشينا فيها، ولكن هيدا موضوع فيه يقول انتهينا منه على امل ان يقر وقت تقر الموازنه امام الهيئه العامه مجلس النواب. هيدي النقطه خلصناها، بصير في حل له بس خلص اتفقنا على 5 سنوات. نعم. 5 سنوات معقوله وطبيعيه، اما نقول مفتوحه المهله هيدا مش معقوله. طب هالاخطاء الجسيمه قانونيا اذا بدنا نقول بموضوع الضرائب بمواضيع تانية، يعني برأيك كيف عم بتمرق هيك؟ يعني انه هالقد، انه مع انه اخذ وقتهم كثير بالدرس والتمحيص، اخذ وقتهم، بدك تشوفي شو الغايه منها. انه كانت ممكن تمرق، يعني معقوله كانت تمرق؟ ايه بس معقول يقولوا للانسان تعال ادفع مره واثنين نفس الدفع عليه؟ نيابه المحامين كانت وهي اليوم وستبقى العين الساهره على مشروع الدولة مش مشروع السلطة. طيب بس نحن عم نراقب كل قانون عم بيقطع وعم ننتقل. بمرور سريع على اعتكاف القضاة، هل انحلت قضية القضاة؟ يعني انه يعني هلا القضاة رجعوا عن الاعتكاف، ولكن هل انحلت مشكلتهم اللي هي كمان أساسية، وضع اليد على صندوق التعاضد اللي هو بشكل الرافد الأول والأخير والوحيد لإلهم؟ يعني خليني لك شغلي، نقابة المحامين دوما تقف إلى جانب القضاء في مطالبه المحقة. القاضي ليس موظفا، مع احترامي لأكبر موظفين وأصغر موظفين، مفهوم القاضي هو سلطة. إذا تخلخلت مكتسبات هالسلطة وأحقيتها وراحتها، تخلخلت السيب الثلاثية بالدولة بين التشريعية والتنفيذية والقضائية. نعم. السلطة القضائية، وقت أنا بدي حاسب القاضي بدي ريحه، والقاضي عملا بالمادة 20 من الدستور
هو سلطة مستقلة، وبالتالي يجب التعامل مع القضاء كسلطة. بده تشريعات حتى بده كمان تشريعات اكثر لتصير ورشة سلطة عمل مستقلة يعني. ما في شك بده ورشة عمل، بعدهم المشاريع بأدراج المجلس النيابي منهم للرئيس الحسيني وغيره وغيره، بدنا ورشة نعم. عمل كثير كبيرة لاستقلالية السلطة نعم. القضائية، بس لا يجوز المس بحقوقه المكتسبة إطلاقا، وإلا بتكوني هزهزتي السيبي. بكل الأحوال نحن حبينا نوقف حدكم بهذا الموضوع اللي هو مطلب أنا محق. أنا بشكرك، شكرا لك، دائما معروف عنك أنك بتوقفي إلى جانب القضايا المحقة. شكرا لك، وإن شاء الله أنه كلمتكم بتكون مسموعة وما بتضطروا للتصعيد، بتحصلوا على حقوقكم من دون ان شاء الله ما نضطر. بتعرفي قال له ما نيلوا المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. غلابا يعني قدرنا انه ناخذ حقوقنا. معلش معلش معلش، بعدنا بطور، بعدنا بطور تاسيس الدوله، ما وصلنا على الدوله بعد. انا بدي اشكرك نقيب بهالوقت. رح نشوف تقرير عن البصمة اللي مطلوبة للموظف تعزيزا للشفافية والمصداقية وللإنتاجية العمل بالدوائر الرسمية، مطلوب انه يكون في بصمة. هل في بصمة إلكترونية بالدوائر؟ عملنا جولة، خلينا نشوف هيدا التقرير ومستقبل ضيفنا. موضوع تمويل السلسلة أثقل كاهل الدولة اللبنانية يلي ما لقيت مصدر للتمويل إلا جيبة المواطن اللي دايماً بيدفع الثمن. انتقادات كتيرة واجهها مشروع قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية يلي أقره مجلس النواب بتموز الماضي من دون إدخال أي تعديل عليه. في عندك أملاك عمومية بحرية مرخصة يلي هي مساحتها تقريباً 880,000 متر مربع، وهيدا بتعطي للدولة إيرادات سنوية فقط 15 مليار ليرة. وفي عندك الأملاك العمومية البحرية اللي معتاد عليها أو غير مرخصة اللي هي مساحتها تقريبا 2,567,000 متر مربع، هذه يفترض إيجاد تسوية لها. التسوية الأمثل بالموضوع هي أنه إصدار مجلس النواب قانون تسوية الأملاك العمومية البحرية، يعني بس تصدر قانون في حين ذلك الدولة بتستفيد من أمرين. أول أمر قسط الغرامات على الاعتداءات على هذه الأملاك العمومية البحرية خلال السنوات السابقة، والتقديرات اللي بتقدر أنه الدولة تاخدها أنه تقارب بين 2000 مليار ليرة و 2500 مليار ليرة، وهذه بتقدر أنه بسهولة أنه تأمن موارد للسلسلة اللي هي كلفتها 1300 مليار ليرة في عام 2017. إضافة إلى هذه الغرامات عن الماضي، عن السنوات الماضية، إنه بتفرض عليها غرامات سنوية تبدأ من هذه السنة هي تقريباً 260 مليار ليرة. تعديات يلي وصلت نسبتها ل 60% من مساحة الشاطئ اللبناني وهي بتفوق ال 2200 تعدي، لذلك اعتبر هالقرار مكافأة لمجمل المتعدين يلي هن المشرعين بحد ذاتهم. نفوذ الذين يشغلون هذه الأملاك العمومية البحرية قوي بشكل أنه ليس لديهم أي استعداد لا يدفعوا التسويات ولا يدفعوا الغرامات، لأنه أشك أنه بالمرحلة المقبلة أن نجد أي دفعات أو استحقاقات تدفع من قبلهم. من المتوقع أنه البحر يكون المنفذ المجاني الوحيد للبنانيين، لكن الدولة فرضت سلطتها عليه بطريقة غير مباشرة لتضيق الخناق على المواطن كما جرت العادة. مرق معنا تقرير عن الأملاك البحرية بهالفقرة ضيفنا دكتور سعيد عيسى عن جمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد. تعليق بسيط على الأملاك البحرية اللي رح يكون بآخر فقرة من فقراتنا، رح نرجع لفقرة البصمة، ولكن تعليقك على موضوع الأملاك البحرية. موضوع الأملاك البحرية يعني هذا المال العام المنهوب، يعني شو بدنا نقول غير أكثر. عندكم من تقرير بجمعية اللبنانية في شغل على الموضوع بس يعني منه بشكل كتير مفصل كتير، يعني بس في موضوع الفساد، موضوع الفساد أشرتوا له بتقاريركم تنبعت للجمعية. أكيد نعم. أكيد خلينا نرجع نشوف هيدا التقرير عن البصمة بالدوائر الرسمية لنحكي فيه للموضوع مع دكتور عيسى، وبنرجع لآخر فقرة ولموضوع الأملاك البحرية. على
عدد كبير من الإدارات العامة لا سيما بالأرياف ما زال بيعتمد على القلم والورقة لتسجيل دوام الموظفين، ما يسهل الغش والفساد. اليوم وعلى أبواب الدوامات الجديدة لابد من طرح السؤال حول مين المسؤول عن عدد مش قليل من الموظفين يلي بيجوا لما بدهم وبيغادروا العمل على راحتهم. المشكلة بطريقة التوظيف اللي بتفوت مياومين متعاقدين بالفاتورة، وهؤلاء محسوبيات سياسية، هؤلاء ليسوا موظفين، أجورهم متدنية، ما عندهم ضمانات، وبالتالي من المتوقع منهم أنه يمارسوا نوع من أنواع الفساد الإداري. مجموعة من الموظفين تعمل مع كم كتير كبير من الناس، بالمقابل مجموعة أخرى من الموظفين موجودة في مكان آخر، عدد كبير من الموظفين بس ما عندهم شغل. الأساس في عملية الفساد الإداري، في جوهر الفساد الإداري، مرتبط بطبيعة النظام يلي بيحمي الفاسدين. نحن شفنا موظفين فاسدين كان يفترض تتحرك نيابة عامة مالية، ويفترض تتحرك النيابة العامة في صحة المواطنين كانت بالموضوع، ولكن بسبب التغطية السياسية المسؤول عن الفساد مش الموظف ومش عدد ساعات العمل إنما النظام. بينتقل المشهد إلى محافظة الشمال حيث مكنة واحدة للبصمة وما في غيرها بيستخدمها مئات الموظفين بالسراي على أمل إنه تتوفر هالمكانات بكل الدوائر وتتعمم ثقافة البصمة بكل المناطق. ركبنا آلات للبصم بالمحافظة وبكل الأي معاميات، وألزمنا كل الموظفين بضرورة البصم عند الوصول وعند المغادرة. وهلأ رح يتركب بكل الإدارات آلات بصم، كل التابعين أكيد للمحافظة. بهالوقت نحن تكين تركب هالآلات البصم لدى الإدارات، كل إدارة عندها آلة، عم يجوا الموظفين يبصموا بالمحافظة عنا بالطابق هون ويتوجهوا إلى مكاتبهم. أخيرا، شو رأي المواطنين بالتزام الموظفين بدوام العمل؟ ما بيلتزموا، وكل واحد على راسه بالدولة. يعني هني هلأ عملوا دوام جديد وما بعرف شو، إنه السبت لقوا وللساعة 4 مدري 5 الوقت، كله كذب وطق حركة. هذا ما بظن ظابطة. يعني هلأ في 3 أرباع العالم ما بيجوا على الشغل، بيقبضوا إنه قاعدين ببيوتهم، ما بتلاقي حدا على مكتبه. أنجأ بيبعتوا، يمكن بيعملوا واتساب لبعضهم للي موجود، بيمضي عنهم وبيرجع بفل. بتعودوا على الفوضى. دكتور عيسى، من أهم مقومات تعزيز الشفافية المكننة. اليوم هيدي البصمة قديش ضرورية لحتى تنظم الدوائر الرسمية بالنسبة لموضوع الموظفين برأيك؟ مهمة هي، لأنه هذا المرسوم صدر وقت كان رئيس سنيورا، يعني وقتها وما تم تطبيقه بشكل فعال بالإدارات الرسمية. هلأ وقت تغيير الدوام الجديد، يعني في نوعا ما في اصلا يعني من وقتها ناس طبقت وناس ما طبقت. هلا هذا مهم بمجال تعزيز الشفافيه يعني بالوظيفه العامه، ولكن يعني الموضوع هو مش بس واقف عند هذا، عند الحضور، عند الحضور اصلا. يعني موضوع البصمه انه فيك تبصمي وتفلي وتقعدي ترجعي تبصمي وتفلي، في ناس هيك عم بيعمل، هو فعليا هيك عم بيصير. يعني طيب هل في يعني مأمن مكننة البصمة بكل الدوائر بالمناطق؟ لا مش بكل المناطق. طيب مأمنة شو كيف بيتاخد قرار ما فيه الآلية تبعه؟ يعني الوسيلة تبعه يعني مش موجودة، إذا مش موجودة بشكل تام كيف بيأخذ هالقرار؟ ما هو دايما في كتير قرارات بتتاخد وفي مراسيم بتنعمل بس بدون دراسة فعلية للواقع. يعني نعم، انه المناطق يعني فلتانة. نعم كيف؟ رح ارجع لك دكتور. معنا باتصال رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود. مساء الخير رئيس. اهلا ست رضا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. رئيس الهيئه العليا للتاديب اللي يعني منوط فيها تاديب الموظفين، هل تشرف على احتساب غيابهم يعني ساعات الوظيفه؟ يعني في حال الغياب كيف انتم بتعرفوا بموضوع الغياب؟ هل بتورد تقارير من المدراء؟ هل البصمه اليوم انتم رح تشرفوا عليها كهيئه؟ شو رح يصير؟ ست غادة، أول شيء هذا الموضوع الرقابي على الموظفين هو من اختصاص الرؤساء المباشرين للموظفين في الإدارات العامة، نعم، ومن اختصاص هيئة التفتيش المركزي.
أن الهيئة التفتيش المركزي عبر المفتشين المتواجدين في الإدارات العامة هم المسؤولون عن مراقبة الدوام ومراقبة سلوك الموظفين ومدى انطباقه على القوانين. ولكن ملفاتهم يعني اليوم ملفات الموظفين إذا صار في خلل بتتحول لعندهم. إيه هلأ نعم هلأ بس يصير في خلل من قبل الموظفين يقوم المفتشون بضبط هذه المخالفات. نعم. ولحظة في تقاريرهم وبيرفعوها لهيئة التفتيش المركزي. هيئة التفتيش المركزي بحق لها تنزل عقوبات الدرجة الأولى وقسم من عقوبات الدرجة الثانية. أما العقوبات الكبيرة العقوبات الكبيرة ما بحق له ياخذها بالدولة اللبنانية إلا الهيئة العليا للتأديب. يعني شو العقوبات الكبيرة؟ الطرد من الوظيفة يعني؟ يعني اللي بتوصل للطرد أو الصرف أو العزل. نعم. أو كسر الدرجة. نعم. أو كسر الرتبة. هيدي كلها بتاخذها الهيئة العليا للتأديب. هلا من المستبعد إنه غياب يوم أو يومين أو مخالفة دوام تودي إلى نتيجة. طب إذا غياب متكرر في عنا موظفين وهميين بلبنان. في موظفين بيقبضوا ما بيشتغلوا. نعم. ما عندهم وجود بالدوائر. هلا بقول لك والسبق وقلت لك كذا مرة بالسابق إنه نحن قادمين على مرحلة جديدة. نعم. بعد ما نالوا الموظفين حقوقهم بالسلسلة وبعد ما الوضع العام بلبنان وصل لحد لم يعد يطاق. أنا بوعدك إنه الأمور لن تبقى كما كانت عليه. يعني اليوم حيلا موظف حيلا مخالفة يعني بيستشف فيها في سوء نية من قبل الموظف مهما كانت هذه المخالفة بدي يفلوا على البيت. يعني نحن بالقطاع العام بدنا ولأول مرة نحس إنه المال العام له قيمة. يعني هون الموظفين حيلا واحد منهم إذا كان الموظف عنده غطى سياسي بتقدروا تفللوه على البيت. أنا بدي أقول لك شغلة نحن نشتغل بشكل تقني. يعني نحن ما عنده ما في حدا بيغطي للموظف إلا حسن سلوكه وضميري أنا. يعني أنا إذا كان ضميري مرتاح بعزله وبحط بيي بمي بارده والسياسه اللي حامي ما بيعرف والقرار اللي بيصدر عنك نافذ يعني غير نعم نافذ دون حاجه لاي اجراء اخر. ولكن يمكنهم الطعن امام مجلس الشورى الدولي. هلا مجلس الشورى الدولي الحديث هلا ما كثر. هل طردتم موظفين سبق وتم طرد موظفين لانه ما بيداوموا بشغلهم رئيس؟ لا هلا الحديث هلا كنت لعدم الدوام مش عم بطرد مش عم بعزل. يعني اذا لعدم الدوام كم ساعه ماشي الحال بس اذا حدا موظف مسجل اسمه بيقبض وما بيروح ابدا على شغله هيدا مش يعني سبب نعم نعم نحن بالهيئه العليا للتاديب صار عندنا معيار بس يكون في مخالفات متكررة مهما كانت هذه المخالفات المتكررة. نعم. بدنا ننتقل للعقوبات الشديدة. يعني التي قد تصل حتى الصرف من الخدمة. طيب. هل البصمة يعني بتعتمدوا عليها كدليل على الغياب بتكون أفضل من يعني من الكلام اللي بيورد أو التقارير اللي بيكتبها المدراء أو المسؤولين المباشرين عن الموظف؟ هلا انون الموظفين يشير الى واجبات الموظف ومن ضمن هذه الواجبات التقيد بالانظمه والقوانين والدوام في الوظيفه العامه. نعم. هلا الدوام قد يتم اثباته بجميع وسائل الاثبات. من هالوسائل هذه هي الات البصم. ممكن بالمستقبل يتم اختراعات جديدة. نعم. كمان اليوم بكل الإدارات العامة صار فيها الكاميرات الإدارة. نعم. مركبة كاميرات. نعم. هلا نعم. بآلة البصم فيها شغلة إنه ممكن تبصمي وتفلي وترجعي بس قبل الخروج كمان ترجعي تبصمي. ليش بيطابقوا آلة البصم مع الكاميرا المركبة بالإدارات؟ ليش برأيك اعتمدوها بالقانون يعني أصروا عليها أشاروا لها بالقانون؟ يعني هي وسيلة من الوسائل ولكن قد يصدر تعميم عن رئيس الحكومة. نعم. بلاحظ أساليب أخرى لإثبات الدوام. يعني هذه ممكن يصدر فيها قرارات تنظيمية. طيب.
يتنظم هذا الموضوع. نعم. بس الدوام بذاته ما له معيار كافي للقول بالإنتاجية الوظيفية. نعم رئيس، نحن أشرنا بحلقة سابقة عن موضوع أنه البعض عم يدعي لعطلة يوم الجمعة خلافاً للقانون لأنه بعد ما تزبط، هل أيام الجمعة اللي هي يوم عمل صارت بالقانون لساعة 3:30 اليوم، إذا صار في غياب وفي دعوات لعدم الدوام وعدم الحضور، في دعوات عامة عم بتصير بالمساجد وبالبلديات، هون شو موقف الهيئة يعني من هيدا الغياب إذا بتجي تقارير عنه؟ هلا نحن بعد ما اجينا شيء بهذا الموضوع وبعد ما اجينا شيء بهذا الموضوع نعم، وفي الحديث هلا هذا الموضوع يعالج عن طريق القانون وليس عن طريق يعني لازم يعدل القانون إذا كان في لزوم لتعديله. نعم. وإذا لم يعدل هذا القانون فهو واجب التطبيق، وعلى نعم. جميع الأجهزة في الدولة اللبنانية أن تتقيد بهذا القانون. يعني والتفتيش بهالقصة هي من اهتمامات أو من مسؤوليات هيئة التفتيش المركزي مش هيئة العليا للتأديب، إنه أن ترسل مفتشين. نعم. يعني مراقبة حسن تنفيذ القانون يعود إلى الهيئة التفتيش المركزي. نعم. أما إنزال العقوبات في هذا الموضوع فهو من اختصاص الهيئة العليا للتأديب، العقوبات نعم. العليا. بتحب تضيف شيء حضرة الرئيس؟ يعني بدعي الموظفين لتوخي الحيطة والحذر. حلوة هيدا. وإنه يكونوا أكيدين إنه الدولة جادة في تطبيق القانون وإنه ما بقى في تراخي. ما المشكلة إذا ما وصلت لك تقارير أنت كيف فيك تاخذ قرارات؟ يعني ما في يعني كمان قبلك يعني في طريق صح. قبلك في طريق بده يجب مضبوط. ان يسلك مساره الصحيح ليوصلوا لعندك. ما اوقات في مدراء بغطوا على موظفين وفي حتى مفتشين بغطوا على موظفين، مشكله كبيره. يعني انا بقول لك بوعدك انه اللي بيوقع بين دي يعني اللي بيوقع بين دي ما حيكون وضعه هين. أنا بدي أشكرك شكرا. رئيس مروان عبود رئيس الهيئة العليا للتأديب، شو تعليقك يعني اليوم مثل ما قلنا أنه إذا في اليوم حدا بده يتشدد بس قبله في مسار ممكن أنه يكون في تساهل فيه؟ مش في تساهل، بس يعني هو حتى في إمكانية لأنه حتى لو ما بصم يبصم. كيف هيك؟ لما هو كل يعني كل إدارة في البصمة موصولة على يعني على الكمبيوتر عندهم، في حدا يبصم عنه ايه، فبالكمبيوتر بيرجع بيعبي له اياهم كلهم وعادي ما في شيء. يعني اللي عنده الباسورد هو بي يعني هولي هو كمان رح يكون موظف كمان ايه رح يكون موظف، فبالتالي يعني هيدي يعني موجوده حتى هلا موجوده، يعني هيدي وسيله كمان. ما فينا نعتبر هيدا الاجراء اجراء غير نافع يعني. الاساس هو الاساس بالموضوع هو الانتاجيه، مش اذا اجى على الدوام وراح. يعني ممكن يجي على فكره ويقعد كل النهار ويعمل اتصالات وغيره وكذا عبر الادارات العامه لبزنس ثاني يعني. بس الأهم هو أنه يحتسب إنتاجية هذا الموظف. نعم. شو عم ينتج خلال هذا النهار أو خلال هذا الشهر أو خلال هذا السنة؟ هل الأجر اللي عم ياخده مقابله في إنتاج؟ يعني بده يكون في مراقبة لإنتاجه. ما بيعود مهم إذا أجى الساعة 9 ولا 8 ولا 7:30 ولا 10. فهوني بيبين وضع الفساد على صعيد الموظفين، هل رصدتوا شيء اللي بيتعلق بقبض الرشوة، اللي بيتعلق بالمحسوبيات، بتمرير معاملات غير قانونية؟ هيدي كلها هل كانت باهتمامات جمعية لبنانية؟ اكيد كان باهتمامات الجمعية، لانه اليوم يعني بالتقارير اللي يعني لبنان تقريبا في 10 مليارات دولار سنويا، هيدا يعني هدر نتيجة الفساد والرشوة عم بيروحوا على الدولة اللبنانية، منهم 5 مليار دولار مباشرين و5 مليار دولار غير مباشرين. عم نحكي بالصفقات الكبيرة ولا بالفساد الصغير؟ كله مع بعضه البعض. البعض بيقول فساد كبير وفساد صغير. الفساد الكبير والصغير والفساد الإداري كله هو مع بعضه البعض عم يعطي هذا المبلغ. هدر 10 مليار. 10 مليار ونحن دولار. بدنا مليار ايه؟ لحتى نمول. وهذا مش تقديراتنا بس نحن. هيدي على الضرائب. هاي تقديرات البنك الدولي. كيف يعني تقديرات؟ لأنه في احتساب لكل اللي عم نحكي عنه، مثلا من ضمن الاحتساب هذا يعني الانتاجية الموظفين، من ضمن الاحتساب الصفقات، من ضمن الاحتساب كيف تنعقد الصفقات، من ضمن الاحتساب
الهدر بالأملاك البحرية. هذا اللي خلى لبنان أي مرتبة من مرتبة هذا خلى لبنان هلأ حاليا 136 من أصل 177 دولة لبنان. يعني بس في شيء 40 دولة. إيه بس في 40 دولة ورانا نحن يعني سابقتنا بالفساد. إيه هودي يعني ونحن عم نمشي لعندهم يعني مش عم نرجع لورا يعني. يعني مع أنه كنا بسنة سابقة أو قبلها كنا 123 بال 2016. إيه فجانا طلعنا. فالموضوع هو يعني طيب كيف الدول تقدر يعني انتم عم تتواصلوا مع الجمعيه المنظمه العالميه نحن فرع لل انتم فرع لهالمنظمه اليوم انتم شو بتزودوها بالمعلومات كيف يعني هل بتزودوها بتقارير صحفيه بتصاريح مسؤولين كيف انتم بتعتمدوا يعني على توثيق الفساد كيف تعتمدوا نحن كل يعني التقارير اللي بتجي لعنا واللي بنرصدها واللي بالمشاريع اللي بنشتغلها عن الفساد طبعا بنزود المنظمه الام فيها ومع وثائق طبعا اكيد مع يعني بدون وثائق بصير بلا معنى. المساله الثانيه حتى في دراسه بتنعمل يعني سنويا لحتى يطلع مؤشر مدركات الفساد هذه الدراسة بتوليها مركز أبحاث يعني معتمد وموثوق وفي يعني عنده ممكن الاستناد عليه بس أنتم ما بتعلنوا للرأي العام اللبناني ما بتدلوا على الفساد يعني ما بتاخذوا مواقف وبتدلوا بالاسم وبتسموا مواقع فيها فساد بلى نحن مثلا مؤخرا نشرنا فيديوهات صورناها ونشرناها عن شو؟ عن الكوستا برافا وعملنا جبنا كل الوثائق من مجلس المياه والاعمار ورحنا صورنا وشفنا التطبيق كيف عم بيصير وحطينا مقارنه عملنا كذلك الامر عن صيدا معمل النفايات بصيدا نحن كشفنا كيف الشكل اللي عم يصير يعني قديش مقدر الهدر المالي والبيئه والصحه نحن اخذنا في تدمير يعني للبيئه المحيطه بشكل يعني رهيب هذا مش 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 الملتزم هو اللي بيتحمل المسؤوليه يعني في المراجع المعنيه يعني مجلس المياه والاعمار والحكومه اللبنانيه هي ما درست الاثر البيئي لا لا معمل صيدا ولا للكوستا برافا يعني المطمر ولا لبرج حمود غير هيك شو عندكم غير هيك كمان احنا هلا عم يعني نشتغل مع البلديات مع البلديات حول يعني الشفافيه بالعمل البلدي يعني نحاول انه يكون كمان العمل البلدي عمل كثير شفاف يكون فيه يعني يعني ماليته واضحة منشورة المالية تعيته بتساعدون على الآلية يعني طبعا احنا بنساعدهم ومنتعاون نعم. احنا وياهم بهذا الموضوع حتى احنا يعني مستعدين لنتعاون مع الإدارات العامة وسبق تعاوننا مع وزارة التنمية الإدارية ومع وزارة المالية بهذا الموضوع وأصدرنا يعني موازنة المواطن فيعني نحن يعني شو بيتجمع عنا وفي عنا اليوم في عنا وزارة لمكافحة الفساد هل تم التواصل مع هالوزارة مع الوزير تويني عطيتون معلومات عطوكم معلومات صار في تبادل خبرات مثلا في التواصل بس منه تواصل كافي مثلا يعني منه كافي التواصل مع الوزارة يعني الوزارة هي كمان منه عم تتواصل بشكل كافي مع الهيئات المعنية بمجال مكافحة الفساد هي من مالي من زاوية تانية الوزارة بالأساس يعني هي ما عندها بعد صفة قانونية لأنه هي وزارة دولة وإذا بس وزارة بس ما عندهم ما بيقدروا يمونوا ولا على أي وزارة تانية بس فيهم يقدموا تقارير للقضاء فيهم يقدموا تقارير حولوا ملفات ونحن فينا نقدم تقارير للقضاء كمان يعني مثل ما هني بيقدروا نحن بنقدر يعني مش ميزة هيدي يعني يعني هيدي منا ميزة للوزارة شو برأيك لازم يكون في وزارة مكافحة فساد عندها سلطة عندها بده يكون لا عندها ما عندها جهاز إداري ما عندها مكان ما عندها يعني ما عندها شيء يعني شو هي بالاسم وزارة يعني فعليا ايه بالاسم وزارة لأنه هي وزارة دولة لمكافحة الفساد فلازم حتى يكون في وزارة بدها قانون من المجلس النيابي ينشئ هل وزارة يعني هل أنتوا بلغتوا المنظمة بهيدا الواقع يعني أكيد. وقت اللي نقلنا انه في وزاره للفساد كنتم متاملين غير شغله منيحه هي شغله ايجابيه كثير بس انه بدها استكمال لتصير وزاره فعليه وحقيقيه هل برايك رح يكون في عنا وزاره فعليه وحقيقيه بهالجو اللي نحن عايشين بالجو اللي نحن فيه مش الهيئه يعني في حدا ناوي يكون فيه لانه ما حدا عم يسمح لحدا تاني يتدخل بوزارته
ما كمان نحن التحاصص الطائفي والتقاسم ما عم يسمح لا ما صار في ولا لقاء بينكم وبين وزير بلا بيصير ليش ما صار في اكثر من لقاء وفي يعني في كثير مشاريع للتعاون بس الامكانيات اللي عند الوزاره امكانيات كثير محدوده يعني ما لنا مثل الوزارات الباقيه عندها جهازها وعندها امكانياتها وعندها موازنتها وعندها يعني بعدها مبلشي شو هي محدودة انه ما عند يعني ما رح يكون عندها جهازة ما رح يكون في عندها شرطة خاصة فيها يعني بالنهاية يعني لو شو ما كانت ما هي بدها جهاز بدها جهاز اداري لا لا شو لا يبحث عن الملفات ما في ملفات بحر ما لا حتى عندي جهاز اداري لحتى ياخذ هالملفات ويتابعها سواء يعني مع الوزارات المعنية ويحط خطة عمل اليوم اذا في ملف في سرقة شو بده متابعة؟ يعني ملف في صفقة مبين واضح انه بهالملف في صفقة لا لا مش هيك مش هذا عمل الوزارة مش عمل الوزارة هو بس متابعة الملفات السرقة شو يعني عمل ممكن الوزارة عمل الوزارة هو انه امن وقائي ضد الفساد يعني في عندك امن وقائي وفي عندك بنفس الوقت يعني حوكمة القطاع العام بدها تحط خطة هي لحوكمة القطاع العام بشكل انه تقطع دابر الفساد شو هي الخطة تاعت الوزارة لقطع داي شو السياسات اللي بده يكون عند الوزارة لتجاه الإدارات العامة لإيقاف هذا الشيء في منه استباقي وفي منه حالي وكبر تطور القوانين يعني نحن حبينا نضوي على بعض الأمور اللي نعتبرها أنه شكلية يعني البصمة يمكن هي شكلية وسط هالفساد اللي أكيد موجود بالبلد ولكن بعض الإجراءات يمكن يعني الكحل أحلى من العمى الكحل أحلى شكرا لك في شيء موضوع بعد مهم أنتم بحثتوا فيه بتحب تعلن عنه قبل ما اللقاء معك نحن لا حاليا يعني بعدنا مستمرين بعملنا وشغلنا وبمشاريعنا أنتوا بتمولكم منظمة دولية نحن بناخد جزء من تمويل والدولة اللبنانية الدولة اللبنانية لا ما بناخد منها تمويل بنعمل مشاريع خاصة ما فيكم تاخدوا تمويل منها وتقعدوا تقدروا تحكوا ولا كلمة يمكن لا مش يعني في شروط إذا بدنا لأنه قطاع خاص في شروط إذا بدنا ناخد نتعاون نحن وياه شكرا لك دكتور سعيد عيسى فاصل إعلاني ومنتابع الفقرة اللي صار فيها بعض غلط بالتقرير لها هي تقرير الأملاك البحرية اللي شفناه ولكن الحوار حول هالموضوع بعد الفاصل الأهلي منتابع معكم الحلقة بالوقت اللي كنا عم نحكي فيه عن السير والنمر العمومية وكان في معنا النائب خضر حبيب غرد الوزير السابق وئام وهاب على عبر تويتر قال إنه مئات الشكاوى عم تجي يوميا من مراكز الميكانيك بسبب شبيحة يحتلون المراكز ويبتزون الناس لماذا لا نزيد المراكز عدد المراكز وأين أصبحت عملية التلزيم كان عم يسأل عن عملية تلزيم الميكانيك هذه اللي هي غير النمر العمومية واللي هي في خلاف عليها ويمكن راحت على إدارة المناقصات من جديد وكمان أيضا الوزير السابق وئام وهاب قال كثير من أصحاب السيارات عم يدفعوا أموال للشبيحة بالمراكز لنمر السيارات بدون فحص حتى ما تنفحص وهناك أعطال كبيرة بهالمراكز وحصة الدولة ضايعة يعني بنرجع لموضوع الأملاك البحرية خلينا نشوف هيدا التقرير ونستقبل ضيفنا موضوع تمويل السلسلة أثقل كاهل الدولة اللبنانية يلي ما لقيت مصدر للتمويل إلا جيبة المواطن اللي دايماً بيدفع الثمن انتقادات كتيرة واجهها مشروع قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية يلي أقره مجلس النواب بتموز الماضي من دون إدخال أي تعديل عليه في عندك أملاك عمومية بحرية مرخصة يلي هي مساحتها تقريباً 880 ألف متر مربع وهيدا بتعطي للدولة إيرادات سنوية فقط 15 مليار ليرة وفي عندك الأملاك العمومية البحرية اللي معتاد عليها أو غير مرخصة اللي هي مساحتها تقريبا 2,567,000 متر مربع هذه يفترض إيجاد تسوية لها التسوية الأمثل بالموضوع هي أنه إصدار مجلس النواب قانون
تسويه الامنيه العموميه البحريه، انا بس تصدر قانون في حين ذلك الدوله بتستفيد من امرين، اول امر قسط الغرامات على الاعتداءات على هذه الامنيه العموميه البحريه خلال السنوات السابقه، والتقديرات اللي بتقدر انه الدوله تاخذها انه تقارب بين 2000 مليار ليره و2500 مليار ليره، وهيدي بتقدر انه بسهوله انه تامن موارد للسلسله اللي هي كلفتها 1300 مليار ليره في عام 2017، اضافه الى هذه الغرامات عن الماضي عن السنوات الماضيه انه بتفرض عليها غرامات سنويه تبدا من هذه السنه هي تقريبا 260 مليار ليره. التعديات يلي وصلت نسبتها ل 60% من مساحة الشاطئ اللبناني وهي بتفوق ال 2200 تعدي، لذلك اعتبر هالقرار مكافأة لمجمل المتعدين يلي هن المشرعين بحد ذاتهم. نفوذ الذين يشغلون هذه الأمنية العمومية البحرية قوي بشكل انه ليس لديهم اي استعداد لا ليدفعوا التسويات ولا ليدفعوا الغرامات، انا هيك اشك انه بالمرحلة المقبلة لأن أن نجد أي دفعات أو استحقاقات تدفع من قبلهم. من المتوقع أن البحر يكون المنفذ المجاني الوحيد للبنانيين، لكن الدولة فرضت سلطتها عليه بطريقة غير مباشرة لتضيق الخناق على المواطن كما جرت العادة. بهالفكرة منستقبل المحامي واصف الحركة ناشط بالحراك المدني، أهلا وسهلا فيك. أخذت إذن من النقيب هلأ؟ إيه طبيعي سريع ما بنقدر كنت جاي بلا إذن بس لا لأنه هو مش ملف بيتعلق بمسألة دعوة ملف شأن عام بشأن ولكن إعلام النقيب عم بيتم بشكل دائم بهذه المسألة. أهلا وسهلا فيك. موضوع الأملاك البحرية اشتغلتوا عليه كمجتمع مدني، اشتغلتوا على بعض التقديرات عن قديش مفروض انه تكون عائدات الأملاك البحرية للدولة، ولكن المفاجأة كانت بتمويل سلسلة الرتب والرواتب انه تم احتساب هالعائدات كلها على طول الشاطئ اللبناني من اقصى الشمال لاقصى الجنوب بمبلغ 100 مليون دولار فقط. صحيح. وهيدا مبلغ يقدر الخبراء اللي كمان هلا كان الدكتور وزني عم بيقول انه عم بيقدر يمكن 10 مرات اكثر 2500 مليار اذا اتبعوا طريقه حقيقيه. وهلا بقول ليش الفرق لانه هن كيف اتبعوا. طب طالما فينا 2500 مليار يعني هن وحدهم بمولوا سلسله الرتب والرواتب بمولوا اكثر من بمولوا اكثر من السلسله. ما هو كيف مش حرام يعني؟ هيدي جريمة بحق لبنان وبحق المواطن وبحق الأملاك العامة وبحق المال العام إنه يصير فيه. خلينا نحط مسألة هن المشكلة بكيفية مقاربة الموضوع. إذا ما بنحط نقاط أساسية لتعرف الناس هن كيف عم أول شغلة طبيعي عند التقديرات بدها تكون التقديرات والغرامات متدنية، لأنه اللي حضر النقاش هو الخصم. يعني باللجنة النيابية اللي حضر عن الفنادق والمنتجعات حضروا هن جون بيروتي وقتها. نحن حبينا يكون في مداخلة لإله ولكن حتى نشوف هلا. نعم فطبيعي هن راوا. اثنين ما هن المخالفين هن اللي عم بينظموا هيدي التشريعات امتدادا من صور إلى القلمون، كلهم هن بمواقع سياسية وهن جزء من هيدي السلطة. هن فطبيعي هن ما راح يفرضوا. مسألة تانية والأخطر إنه هن عم يتعاطوا مع الموضوع بطريقة مالية، هو لا، هو مسألة وطنية وفيها قصة أخلاقية. إجا المجلس شورى الدولي حدد منطق جدي قبل ما فوت بالعدد الرقمي اللي هن عم بيبتزوا الناس فيه. إجا شو قال مجلس شورى الدولي؟ قال الأملاك العمومية البحرية هي ترتقي إلى الحماية الدستورية. لمين قال؟ لألكم؟ بقرار، لا في قرار صادر عن مجلس شورى الدولي برقم 242 بال 2015 صدر قرار على تعديات. لأنه في دعوة تقدمت فبيقول انه الأملاك العامة البحرية ترتقي الى الحق الدستوري ولا يمكن لا لقانون يخالفها ولا لمرسوم ولا يعني كل اللي عم يعملوه اصلا هو مخالف للدستور 100%. اثنين في مسألة التعاطي بكيفية الاحتساب، اول شيء استخدموا كلمة الغرامات، هذا اصلا منطق فضفاض وتبين حتى هي الغرامات كانت ضعيفة. يمكن كلمة الغرامات استخدموها لما يشرعوا انه منا اجارات يعني غرامات لانه لا هن في كلمه قانونيه تستخدم شو هي اسمها في استخدم تعبيرين اما بدل مثل او بدل عادل،
يقول البدل العادل، وهيدي لا تفرض عليه، او بدل المثل اللي هو مثل لو كان مستاجر، لانه هن بدهم يحددوها بشكل ثابت. الاخطر بالموضوع لقللوا المصاري عند احتسابهم، بس هي كلمه غرامه تعني للمخالف، يعني تدفع غرامه سير لانك خالفت 100%. هن لانهم في مخالفات عم بضلوا معتبرينها مخالفات، حطوا غرامات. هن هون اصلا حطوا غرامات ما تعاطوا معها قانونيا، والا فليطبق قانون العقوبات بهذا الموضوع على المخالفين اللي هن فتحوا الباب بهذا القانون انه يشرعوا المعتدين على الاملاك العموميه البحريه اللي هي حق كل الناس، وسمحوا لهم بالمستقبل. خلينا نحكي كل شيء، اكيد هيدا مبلغ كتير قليل اللي اكر، وهيدا يعني عم نهرب الناس اللي قادره تدفع من انه تدفع وتمول السلسله. ولكن طب اذا تركناها للامور ما عم نقول نتركها، بس انا عم بقول كيفيه المعالجه، انه خليهم يدفعوا احسن من انه ما يدفعوا. نحن عندنا رؤيتين، عمليتين بهذا الموضوع. اول شغله هن بعمليه الاحتساب قالوا البدل السنوي للمساحه المشغوله، بس استندوا لاي تقديرات الثمن لمن 25 سنه. يعني هن عم بيدفعوا الغرامه على بدل 25 من 25 سنه، من 1992 عم يستندوا على هذا الموضوع. وقت اللي اجوا على موضوع الغرامات حطوا ما بين الواحد ل 3.4%، يعني بمعنى اذا 2000 متر املاك عموميه بحريه بيدفعوا بالسنه 18 مليون ليره، هو بيبيعون تشيبس بقلب الهيدا. نحن شو عم نجي بنقول؟ اول شغله لا تسويه للاعتداءات على الاملاك البحريه، اثنين لا تشريع لا سابق ولا بالمستقبل لمن اعتدى واستغل الحرب ولا السياسيين لهذا الموضوع. كيف بيتم معالجه الامر؟ نجي نحن بنعمل احتساب حقيقي لقيمه التعدي، اللي هو اذا عملوا احتساب لليوم بقيمه العقار مع غرامات جديه اضافه نسبه من الارباح يتجاوز ما يمكن ان تاتي للخزينه دون تشريع. حكينا اكثر بطريقه انه يفهموها المواطنين. خلينا نقول انه هالامتار اللي هي مخالفه بيجي حدا بينوضع تخمين لها، صحيح ببيروت تخمين هلا تخمين اكيد تخمين بهالوقت الحالي تخمين لقيمتها التاجيريه، صحيح في قيمة تأجيرية، مثل ما انه بيحسبوا للشقة التأجيرية 6% او كذا الناس، صحيح عليها، واذا دفعوا اقل شوي عم يرجعوا يلحقون على البيت انه انتم دفعتوا اقل ما لازم تدفعوا. قيمتها التأجيرية بتتحدد، صحيح، وحسب قيمتها التأجيرية بينحط نسبة. هيدا على القيمة التأجيرية اتبعوا ال 92 تخمين من 1992، من 25 سنة اعتمدوا التخمين. وبالنسبة للغرامات، الغرامات اعتمدوا من واحد ل هني حطوا من واحد ل بحدود 3.75%. قديش لازم ينحط؟ هي مينيموم اذا بدهم يحطوا بالمنطق العادل هو 6%. 6%؟ 6%. هيدا يعني كان الغرامات، وبين التحديد الحقيقي للعدد. يعني الدولة اذا هيدي بتسيلها اموال بدها تحطها بالبنوك بتاخذ عليها فايدة، صحيح. 6%. لا، والاخطر من هيدا الموضوع انه هن عملوا شيء كثير خطر. اصلا في قانون بيسمح للدولة بانه تستخدم املاكها العمومية، ولكن حطت شروط اللي هو بالمرسوم اللي بيحكي بشكل اساسي عن هذا 144/22 اللي بيقول انه يمكن للدولة ان تؤجر املاكها، ولكن حددها بمهلة سنة، ان لا يترتب تعويضات لهم، وان يحدد ببدل حقيقي لهذا الموضوع. هن عملوا شيء كتير خطر بالقانون اللي موجود. اول شغلة نزلوا قيم المبالغ المطلوبة، شرعوا لهم انه يستخدموا وقت أطول بدون مدة محددة التعدي على الأملاك العمومية البحرية، بل بالعكس أكثر، قالوا لهم شغلة وإذا الدولة بدها تطالبهم بأملاك يحق لهم المطالبة بعطل وضرر. هن يعني هيك قالوا لهم هيدا القانون التشريع. وقت اللي بيسمح بإعطاء هذه المراسيم بشكل سريع. نحن عنا ملاحظات، كيف البند اللي ورد فيه إنه اللي عم يدفع بدل إشغال بيقدر يطالب؟ لا، ما هو بالمنطق القانوني وقت اللي أنت بتسمح إنه أنا رح أعطيكي إشغال بموجب مرسوم، إذا أجت الدولة وقفت هالمرسوم في يجي يقول له أنا تحقق علي عطل وضرر أو ربح فائت نتيجة هيدا الموضوع، مثل وقت الكسارات اللي بالضبط بمبالغ مالية وصلت 400 مليون دولار. يعني عم بيحطوا الدولة بمسؤولية وهي غير موجودة بالأصل. من هون قلنا نحن المعيار الأساسي لا تسويات، لا شرعية التعديات، فلتأخذ الدولة أموال، ونحن قلنا فليكن هناك خطة مرحلية لاستعادة هالأملاك لمدة 10 سنوات لاستعادة، لأنه في شيء حق للإنسان. مين بيقول إنه هيدا المواطن اللي مثله إله حق يستخدم الأملاك العمومية البحرية يمنعني أنزل ويحقق ربح؟ نحن حطينا مجموعة من الملاحظات السريعة على هيدا الموضوع. هيدا الدستورية، عدم الدستورية لأنه في عدم مساواة بالضبط، يعني. وفي قرار إذا أجا أي شخص بده بعد ياخد أمتار ويدفع هالقيمة ما بيقدر. طب أنا هلأ إذا هيدا القانون مشي، أنا بدي أنزل بكرة أخد شقفة أرض وعلى البحر وساويها، مين بيمنعني؟ ما بتقدر. وإذا قال لي ممنوع بدي أقول له أنت ما عم بتساويني. هيدا الموضوع
أنا الملاحظات نحن اللي حطيناها بشكل سريع هي مسألة رقمية مالية تتعلق بكيفية احتساب البدل للعقار المعتدى عليه في الوقت الحاضر، رفع مستوى الغرامات بشكل جدي لأنه هو 30 سنة 40 سنة استغل بلا ما يدفع شيء للناس، يعني هو ما في مفعول رجعي لهذا الموضوع. نحن اعتبرنا أول شغلة هناك منطق ابتزاز موجود بالدولة، يا بدنا نمول السلسلة من هول يا بنطلع نحن الغلط، ليقولوا للناس هني ما بدهم يمولوا، يعني الناس المعترضة على هيدي الضرائب، لا نحن عم نقول يفرض قانون جدي بهيدا الموضوع. اثنين، هني عملوا عفو خاص للمخالفين، في عفو اجى تقدموا فيه. هلا هيدا البند داخل مع الضرائب اللي هو مطعون فيه بالمجلس الدستوري؟ لا، الأخطر أنه مطعون فيه هيدا المادة. كيف مطعون فيه؟ مطعون فيه، لم يطعن بهي المادة بالمجلس الدستوري، طعن بمواد هاي المادة اللي انتو اللي راحت فيها المفكرة القانونية بالضبط، حطت مجموعة نقاط أساسية وقالت انه صحيح النواب ما اعترضوا وما قدموا اعتراض وطعن، وصحيح القانون محدد مين اللي له حق، 10 نواب رئيس الجمهورية، ولكن هن اعتبروا كمجموعة مدنية قدمت مجموعة من الاعتراضات على هذا الموضوع اللي هي كانت تبنت رأي المجتمع المدني في الاعتراض على هذا الموضوع. ما قبلها يعني كآلية، ما يعني مفروض انه النواب يعترضوا 100%. هلا دعوة من هون انه 10 نواب يرجعوا يقدموا اعتراض، قدموا اعتراض فيما يتعلق بالأملاك البحرية بشكل سريع. هل انتم جلتوا على 10 نواب ممكن اللي قدموا النواب اللي قدموا طعن بالضرائب؟ ما هو انا بدي اقول الإشكالية اللي نحن واقعين فيها انه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يعني جزء يمكن من البعض النواب اللي قدموا الطعن مهني عندهم تعدي على الأملاك العمومية، ما بتلاقي 10 نواب ما عندهم تعدي على الأملاك، بيكونوا تابعين لطرف بيمنعهم يقدموا. أنت إذا بتعرف التعديات من صور إلى القلمون، مين النواب اللي عندهم ضروري هلأ نسمي يعني عندك بصور، خلينا نبلش نسمي المطارح إذا بدك، من الريست هاوس بصور إلى عدلون إلى اليهودية بمنطقة صيدا إلى منطقة الرمل البيضاء إلى الدالية إلى سوليدار اللي بتاخذ المتر ب 2500 ليرة. أنا برأيي كان لازم النايب اللي هو مستفيد إلى حارة صخر مكان العجدة بالنايب المستفيد القلمون. ينسحب من التداول بالتقييم والتخمين بواحد، ينسحب من التخمين. شغل تاني، كيف بيحضر تخمين وكيفية فرض الغرامات اللي هو مرتكب من هيدا الباب، انه مثل انت الخصم والحكم اللي ما بيتوافقوا انه يكون واحد هو مستفيد وبنفس الوقت القانون اللبناني قصر عملية الطعن بدستورية القوانين بشكل محدد، بينما بفرنسا وسعوا عملية الطعن واعتبروا انه للمجموعات المدنية المجموعات المتضررة بالضبط صرف نفوذ حتى للافراد ان تطعن بعدم دستورية القوانين، انه اذا في خبراء وفي انه في بحث بالموضوع انه الأملاك البحرية تعطي الدولة 2500 مليار، هن حصروها ب 150 مليار. لأنه هني عارفين مين عم بيقدموا هيدا الموضوع. أنا بدي أقول بكل هيدا الموضوع يجب الانتباه، هيدا كانوا بدي يعوضون منكم من المحامين هيدا الفوائد. الأملاك العمومية البحرية هي ملك كل واحد من الشعب اللبناني، مش لمجموعة خاصة. يعني دايما عم نحكي بأسى وبلوعة وبحسرة، عم نعمل مقارنات بين قديش الناس مطلوب منها تدفع ضرائب من يمكن لقمة خبزة، قديش الناس هلأ بالأقساط المدرسية ما بعرف كيف عم بتعد إذا بدنا نقول الليرات لحتى تقدر تكفي أو تقصر بعد ما أقر ضريبة التفقاء الداخل مش معقول غلة يعني المواد. هذا شيء لا يجوز أنه دايما الناس بيدفعوا تمام، المواطن بيدفع تمام بشكل مباشر، وزوية الدخل المحدود دايما بالتحديد هو اللي عم يدفع، لأنه هن المتضررين الأكبر، حتى هن مواطنين ما فينا نقولهم مش مواطنين. صحيح. ولكن المسؤولين المواطنين مفروض يتحلوا في مواطن بيدفع الثمن وفي مواطن بيقبض الثمن، وهذا اللي صاير. دعوة من برنامج على المخبر لأخذ موضوع الأملاك البحرية على محمل الجد. 2500 مليار هولي وحدهم بمولوا أكثر من سلسلة رتب ورواتب، حرام أنه ما يتقدم طعن بالمجلس الدستوري بالتقييم والتخمين اللي حصل على الأملاك البحرية. وأنا بس بدي أكد أنه مع أنه لا يمكن تسوية ويتملك وتعديهم. شكرا لك استاذ واصف الحركة، شكرا لكل ضيوفنا ولكل اللي تابعونا بهيدي الحلقة. بدنا ننهي فقرة 90 ثانية المعتادة بالبرنامج بموضوع كمان بهم كل شباب لبنان، كيف بيقدروا يتملكوا شقة. منشوف هيدا التقرير سوا ب 90 ثانية وتصبحوا على ألف خير. أي عقارات وأي شقة ليش مين قادر يشتري؟
ما قادر يعيش بالاول، يعني بيكونوا شي 4-5-6 تيحققوا شقة واحدة بس. يعني انا تجوزت وعندي عيلة اولاد وبعدني لهلا عم قصت بيتي، سو هيدي حالتنا بالبلد. لشو؟ للملاجئ الحيل الاقتصادية والتعطير والآية قايمة. ايه عندي اولاد ومش قادرين يشتروا. بحب اشتري بيت، بتمنى اشتري بيت، بس تعرف الوضع بلبنان ما في لا مصاري ولا شيء. عم بغلوا كثير الاسعار، الشباب ما عم تقدر تشتري، بس المتمولين بيجوا من برا بيشتروا. يعني ما بعرف الدوله كيف انفسرتها كيف علمتها، ما بعرف اذا الشقه بنص مليون دولار وموظف معاشه 600,000 واذا بدك تستاجر ب 600-700 دولار، ميتين الجوع من الاجارات بس. كارثه البيوت بهالبلد، كارثه كارثه كارثه، ما لها حل ولا حدا ناوي يحلها. شيء جنون، كثير جنون. يعني هيدا الجيل البنت والشاب بدهم يشتغلوا تيقدروا يشتروا أوضة يقعدوا فيها، وقبل 30 سنة الشباب ما عم بتفكر. قادر ياخذ شقة بس بشتغل 24-24، يعني يا محلى اللي مسافر، هيك صاير فيني أنا. الحل الشاب بيسافر برا برا البلد أكثر شيء، تقدر يشتري شقة بلبنان يعني. أنا بشتغل بمكتب عقارات، أغلبية الناس يلي معهم مصاري ويلي عندهم حساب عم بفضلوا يحطوهم بشقة باليونان ما يحطوهم بشقة هون.